نادي الاهلي فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك، الف الف مبروك فوز البطل على الوصيف بهدف مقابل لا شيء لعلي معلول. زي ما حضراتكم شفتوا فرحه كبيره جدا لجمهور النادي الاهلي وفرحه مهمه جدا جدا. ثلاث نقاط اي نعم ما لهمش اي حاجه في اي شيء ولا هيخشوا في اي حسابات ولا اي شيء اخر، ولكن تبقى دائما مباريات النادي الاهلي ضد نادي الزمالك مباراه قمه. ويفوز الاهلي كالعاده الحقيقه خلال الفتره الاخيره بهدف مقابل لا شيء. الف مبروك يا كابتن حماده، الف مبروك يا كابتن بلال، الف مبروك يا كابتن اسامه. هنكمل مع حضراتكم بقيه الاستوديو، ولكن خلينا نروح على طول لزميلنا فاروق صلاح من ارض الملعب مع نجم هذا اللقاء ونجم هذا الموسم في النادي الاهلي وفي مصر الحقيقه النجم علي معلول. مبروك يا كابتن اسلام الشاطر، مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. القمه 118 تزداد توهجا والقمه تزداد احمرارا بالفوز النادي الاهلي. نجم الماتش وهداف النادي الاهلي هذا الموسم علي معلول، مبروك الفوز، مبروك الاداء. شايف ايه النهارده الاداء وختام الدوري باجمل ختام بالفوز على الزمالك؟ الحمد لله. اول حاجه ان شاء الله مبروك الفوز، كنا من ثلاث ايام حصلنا اللقب، لكن كنا نعرف ان تستنى فينا مقابله الديربي مع الغريم التقليدي بتاعنا، لكن الاولاد الكل فصلنا عرفنا كيفاش نفسه ما بين الفرحه والتركيز نتاع المقابله هذه. الحمد لله اليوم ظهر لي النادي الاهلي ظهر شخصيته وظهر اللي هو يستحق الدوري. الحمد لله عالم من الحب والسعاده ما بين علي معلول وجماهير النادي الاهلي، والكثير بيرشح علي معلول يكون نجم الدوري المصري هذا الموسم واحسن لاعب. الحمد لله حب نتشرف به، في بالي هذه احسن حاجه نجم نهديها لجمهور الاهلي هو الدوري. بنشكرك يا كابتن علي ومبروك على الفوز. حسين الشحات صاحب هدفين في لقاء المقاولون العرب، حسين مبروك بطوله الدوري وبطوله غاليه. محمد الشحات معانا، تقول ايه النهارده لجماهير النادي الاهلي كلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله الحمد لله، يعني الحمد لله اهم حاجه المكسب البطوله بطوله الدوري. طبعا احنا كنا فين والناس كانت مش مقتنعه ان احنا ناخد الدوري، الناس كانت تقول لك خلاص احنا خدنا الدوري وخلاص الدوري راح. فالحمد لله احنا ربنا كرمنا وكنا بنلعب وعارفين احنا بنلعب ازاي، احنا بنلعب ماتش بماتش. فالحمد لله قدرنا ان احنا نحقق بطوله الدوري، وده كان اهم حاجه، اهم من ان انا اسجل هدفين ولا اي حد فينا يسجل، اهم حاجه ان احنا كنا نحقق البطوله، فدي كانت اهم حاجه الحمد لله. في حاله من الثقه ما بين حسين الشحات وجماهير النادي الاهلي، واثقه في امكانيات حسين، وحسين عمل كتير عشان يرتدي قميص النادي الاهلي. طبعا الحمد لله جمهور النادي الاهلي جمهور كبير، جمهور عارف قيمه اللعيبه الموجوده في النادي الاهلي كلها، مش انا بس مش حسين بس، عارف 30 لعيب بتوع الاهلي سواء الناشئين سواء الفريق الكل الموجود، عارف الامكانيات. فالحمد لله يعني جمهور الاهلي واثق فيا، واثق في 30 لعيب، فالحمد لله كلنا موجود. بتقولها للجماهير بعد التتويج بالدوري والفوز على الزمالك؟ بقول لهم ان شاء الله نوعدكم السنه الجايه ان شاء الله مختلفه ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله، انتم دايما ورانا، وان شاء الله نحقق بطوله افريقيا اللي انتم بتحلموا بيها ان شاء الله. كابتن حسين، كابتن محمد يوسف، كابتن محمد يوسف، كابتن محمد مبروك الدوري، مبروك اجمل واطول بطوله دوري في تاريخ النادي الاهلي، ومبروك اجمل ختام بالفوز على نادي الزمالك. الحمد لله. طبعا المباراه كانت مهمه جدا، مباراه ركزنا فيها ما لحقناش نفرح بعد ماتش المقاولين وتتويجنا بالدوري، فطبعا دي كانت يعني عايز اقول كتمنا الفرحه جوانا وركزنا كويس قوي، قعدنا في معسكر ما خرجناش، ودي كانت يعني سر ان احنا نظهر بالشكل النهارده اللي احنا ظهرنا بيه. اللعيبه عندها مسؤوليه كبيره جدا، ادوا بروح عاليه جدا، لعبنا بتنظيم كويس جدا، قدرنا ان احنا نستغل الكره اللي قدرنا نجيب منها جون، ولاحت اكتر كمان من فرصه زي الكره بتاعت صالح جمعه. لكن الحمد لله انا بقول احلى تتويج تكسب المنافس بتاعك التقليدي، بتكسب الدوري بعد ما كنا بعاد قوي. بقول مبروك، مبروك لمجلس الاداره، مبروك لكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، بقول مبروك للجهاز الفني مستر لاسارتي والجهاز بالكامل، ومبروك للاعبين اللي ادوا بشكل كويس قوي السنه دي كلهم بصراحه رجاله. مبروك لجمهور النادي الاهلي اللي يفضل رافع راسه لغايه الموسم اللي جاي ان شاء الله. كابتن محمد، حجم استفاده شفناها بعد معسكر اسبانيا وزياده في التالق، الاهلي بيختم الموسم واللعيبه واقفه على رجليها، وده امر مميز يهم النادي الاهلي ويهم جماهير النادي. اشتغلنا كويس، بدانا فتره الاعداد يوم 22/6 اشتغلنا كويس جدا، وبعد كده حتى كملنا في اسبانيا الشغل كان جامد جدا، الناس اتكلمت على مباريات وكده، لكن كان الشغل التدريبات كانت تقيله جدا، وهي دي اللي عوضت وخلتنا واقفين على رجلينا سواء يوم المقاولين من ثلاث ايام او النهارده. عملنا فترة إعداد مختلفة شوية برضه عشان الناس تبقى فاهمة، مش فترة إعداد على داخل على موسم، أنا فترة إعداد عشان أفنش موسم، ودي تفرق جدا في الأحمال وتفرق جدا في شدة التدريبات. فالحمد لله أنا بقول إن إحنا ماشيين بخطة ثابتة، اللي جاي إن شاء الله هيبقى أحسن، نقفل هنفرح اليومين ثلاثة اللي جايين دول، وبعد كده نبدأ نركز مهم جدا في بداية بطولة أفريقيا اللي جاية، لأنها بطولة محببة لجمهور النادي الأهلي ومسؤولين النادي الأهلي ولينا كنادي أهلي، لازم نركز فيها كويس قوي، وبعديها كمان هنخش في كأس مصر، فدي مهمة إن شاء الله. بشكرك يا كابتن محمد، مبروك، وخليني أروح لرامي ربيعة. رامي رجولة، رامي حالة من الحب، ده من
النجوم اللي بقى لها سنه لعب ماتشين بعد غياب سنه، ورامي ربيعه هيرجع قوي جدا لانه ما شاء الله ماشي بخطوات ثابته واتمرن كويس قوي الفتره اللي فاتت، فربنا يكرمه ويبعد عنه الاصابات ويرجعه منتخب مصر كمان ان شاء الله. كابتن محمد، ده كلام كبير من الكابتن محمد يوسف، ثقه كبيره في رامي ربيعه وثقه من جماهير النادي الاهلي في عوده الامان وعوده قوه خط دفاع النادي الاهلي بوجود رامي ربيعه. لا، كلام كابتن يوسف طبعا، الراجل عارفني من وانا صغير، كنت معاه في الناشئين، كنت بلعب معاه وانا في مدرسه الكوره لسه، وبعد كده فريق، فهو لما طلعت برده خدنا بطوله افريقيا كنت انا معاه برده، فهو عارف امكانياتي وراجل محترم وعارف فكره كويس، فالحمد لله يعني على المكسب النهارده والدوري طبعا لجمهور النادي الاهلي، فدي حاجه كويسه لينا وتحسب لنا، وتعب مجهود سنه مش تعب رامي، يعني انا جيت في الاخر برضه زي ما بيقولوا، بس لعيبه كتيره شاركت ولعيبه كتيره شالت المسؤوليه من بدايه الدوري، والحمد لله الحمد لله على المكسب الحمد لله. الجميع اجمع ان رامي ربيعه من اكبر مكاسب معسكر اعداد النادي الاهلي في اسبانيا، وعودته ادت قوه لخط دفاع النادي. لا الحمد لله، الواحد عشان يعني حصلت يعني اتكرر تكرار الاصابه قبل كده كتير، فانا بقيت عارف امكانيات نفسي وعارف امتى ارجع وامتى بقفل على نفسي واحاول ارجع نفسي واحاول اركز في الجيم اكتر، احاول اركز في التدريبات اكتر بحيث ان انا ارجع بسرعه، يعني الحمد لله دي برده من فضل ربنا، ان انا لما باخد اصابه ما بطولش زي ما كابتن يوسف قال، الحمد لله بعرف اقفل على نفسي وبعرف اركز، والحمد لله الواحد قفل على نفسه. والمعسكر في اسبانيا كان مثالي جدا بالنسبه لي كماتشات وديه، وقدرت ارجع تاني، والراجل عنده ثقه فيا والجهاز الفني كله والجهاز الطبي عنده ثقه فيا، الحمد لله ان شاء الله تكمل على خير باذن الله. توعدتم كلاعبين اللي ما ينفعش نختم الدوري الا بالفوز على نادي الزمالك من اجل اسعاد جماهير النادي الاهلي، انك واحد من اللاعبين اللي عارف قيمه لقاءات الاهلي والزمالك. لان الجمهور عارف مباراه الاهلي والزمالك ازاي، بطوله لوحدها بالظبط، الجمهور الاهلي عارف قيمه الماتش ده، ايا كان بقى انت واخد دوري واخد كاس واخد افريقيا، ما يفرقلوش حاجه غير ماتش الاهلي والزمالك، فماتش الاهلي والزمالك بالنسبه لنا طابع خاص، قدرنا نحقق اللي احنا عايزينه من الماتش، نلعب بهدوء، ما نحاولش فيه تعصب، ما نحاولش فيه سربعه على الجون، فالحمد لله طالما احنا 0-0 هنجيب جون في اي وقت، فده الحمد لله قدرنا نحقق اللي المدرب عايزه يعني الحمد لله. البطوله الافريقيه، وتوعد اللاعبين جماهير النادي الاهلي بايه، وتقول لجماهير النادي الاهلي؟ لا، جمهور الاهلي استحملنا كتير، واحنا نفسنا كلعيبه قبل الجمهور اللي نفسه في بطوله افريقيا، احنا نفسنا نحقق التاسعه ان شاء الله نبقى مركزين فيها جدا ونحققها للجمهور، لان الجمهور تعب كتير بصراحه، وده واحد من الناس اللي تعبت بصراحه معانا في اول الدوري، ويعني شالنا كتير واندمج مع الفرقه كتير. عايز اقول كلمه واحده بس، أتمثل. والله ما بمثل بجد، انت عارف احنا متربيين مع بعض. رامي يا جماعه، انا طبعا اكتر واحد مبسوط ان هو رجع تاني بالمستوى الجامد ده، والله في الملعب، وبتمنى له يا رب كده يفضل دايما على كده، من تألق لتألق ومن نجاح لنجاح باذن الله، ربنا يكرمه الفتره الجايه دي ان شاء الله. اللي ما يعرفوش عن انا وياسر، وكنا جيل مع كابتن ربيع ياسين، يعني كلنا كنا بنلعب، خدنا بطوله افريقيا مع كابتن ربيع ياسين، كنا بنلعب انا وهو، يعني الحمد لله عملنا بطوله كويسه ومع كابتن ربيع ياسين، فياسر عارفين واحنا عندنا كام سنه، كنا 16 سنه ولا 17 سنه، فلا يعني اندمج مع الفرقه كلها، والحمد لله ربنا يكرم ان شاء الله، ودعواتكم باذن الله في المرحله الجايه. اشكرك كابتن رامي، واروح لكابتن ياسر ابراهيم. ياسر، سريعا اندمج مع النادي الاهلي، مع لعيبه النادي الاهلي. رامي ربيعه بيقول السريع ياسر على طول، سريعا اندمج معانا، دخل في جو النادي الاهلي، والامر ده دايما بنشوفه في النادي الاهلي. طبعا الحمد لله، طبعا مبروك الاول على البطوله وعلى الفوز النهارده، فوز مهم قوي للجماهير وللاعيبه معنويا، طبعا احنا الحمد لله حصدنا البطوله وربنا كرمنا برضه، عملنا ماتش كويس النهارده وقدرنا ننجح. طبعا الاندماج ده، احنا كلنا اصحاب من صغرنا مع بعض، متربيين مع بعض، انا ورامي وصالح ورمضان وهاني، كنا مع بعض منتخب الشباب، فطبعا الروح الحمد لله الاندماج ده، دخلت معاهم بسرعه، فالحمد لله دي حاجه كويسه، وانا مبسوط منها ان هم استقبلوني ودخلوني في وسطهم، ما اعتبرونيش، وفعلا احنا من صغرنا مع بعض كده، فالحمد لله نقدر يا رب نفرح الجمهور بالبطولات الجايه كام سنه ان شاء الله. اول بطوله دوري ليك مع النادي الاهلي اكيد تمثل لك الكثير والكثير، توعي جماهير النادي الاهلي بايه، وتقول لي جماهير النادي الاهلي ان جماهير النادي الاهلي بتضع فيك مسؤوليه كبيره بجوار ربيعه، بجوار محمد نجيب، بجوار ايمن اشرف؟ طبعا البطوله مهمه قوي وغاليه، وكنا واخدينها تحدي على نفسنا، ووعدنا الجمهور بيها بعد ما طلعنا من افريقيا، وعدنا الجمهور ان احنا نقدر ان شاء الله نجيب لهم بطوله الدوري، طبعا الحمد لله ووعدناهم واوفينا، فبقول الحمد لله ويا رب كده، احنا تركيزنا كله خلاص، دي صفحه واتقفلت، يعني الدوري ده خلاص قفلناه، لسه كاس مصر ان شاء الله، وغير كده وكده هي رقم واحد دلوقتي في اعتبارنا كلها افريقيا باذن الله. عايز اسالك سؤال يا كابتن ياسر، ايه الهدف اللي توقيته والهدف اللي حسيت فيه ان فعلا الدوري بينادي الاهلي؟ كذا ماتش، لا هو كذا ماتش بصراحه، احنا كان الاصرار يعني عارف انت زي ماتش سموحه كده،
قبليه برضو كان ماتش كذا ماتش كاب الماتش الاتحاد برضو بالظبط كده بنرجع يعني خلاص عندنا اصرار عارف انت اللي هو هكسب هكسب لو اخر ثانيه عندك مش انا بس والله اللعيبه كلها والجهاز الفني واحنا قاعدين لما يبقى داخل لك احساس كده انك هتجيب جول في اخر دقيقه فالحمد لله قدرنا نعمل كده وحاسس ان الدوري كان بينادينا بعدها فالحمد لله وبحمد ربنا طبعا وبشكره ان احنا ربنا قدر يقدرنا نعمل بطوله وكويس يعني جمهور النادي الاهلي بشكرك يا كابتن ياسر وبالتوفيق في المرحله القادمه كابتن اسلام القمه 118 ازدادت احمرارا القمه تزداد توهجا والاهلي على القمه يزداد دفئا يبقى الاهلي على القمه يبقى الاهلي على الصداره هنروح نشوف لقاءاتنا ونشوف شريف شعبان زميلنا معاه مين مستمرين مع حضرتك كابتن اسلام وتغطيه حصريه وتغطيه خاصه على قناه حماده الف مبروك يا كابتن بلال الف مبروك يا كابتن اسامه طيب معلش هنكمل كلامنا ولكن خلينا نروح لكابتن سيد عبد الحفيظ مع زميلنا شريف شعبان من ملعب المباراه تعتيلي كابتن اسلام ولضيوفك ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان القمه 118 حمراء القمه 118 اهلاويه كابتن سيد عبد الحفيظ مدير كره النادي الاهلي مبروك يا بيه دوري وبتفوز مباراه القمه بتفوز عليه على الزمالك طبعا الخصم العنيد مليون مبروك موسم استثنائي للنادي الاهلي موسم صعب جدا للنادي الاهلي بس ما فيش احسن من الانتصارات ما فيش احسن من انتصارات ولاد النادي الاهلي الحمد لله الحمد لله طبعا يعني فوز غالي جدا ومستحق مستحق والحمد لله رب العالمين يعني لك ان تتخيل ان الفرقه اللي كانت الناس بتتكلم عليها انها فرق 8 نقط و8 نقط ده كتير تنهي هي اللي فرق 8 نقط الحمد لله طبعا الحمد لله يعني مجهود كبير جدا جدا من الجهاز الفني مجهود كبير جدا من مصر لسارتي مجهود كبير جدا من اللعيبه الجهاز الفني بالكامل كل الناس اللي كانت موجوده كل الناس اللي كان عندها ثقه في امكانياتها وقدراتها كل الناس اللي عندها ثقه في شخصياتها كل الناس اللي عندها ثقه في النادي الاهلي كل الجماهير العظيمه اللي موجوده كل الناس اللي كنت اتمنى يبقى الاستاد طبعا النهارده مقفول على اخره لكن الحمد لله رب العالمين لعبنا مباراه تكتيكيه على اعلى مستوى احترمنا نادي الزمالك وبنحترمه دايما وكل حاجه لكن الحمد لله على كل شيء شخصيه الاهلي يعني جبت الثقه اللي الاهلي هياخد الدوري منين الناس كلها قالت الاهلي بعيد عن الدوري السنه دي ويمكن في اهلاويه كتيره خافوا فعلا لكن جبت الثقه دي منين يا كابتن سيد الثقه دي كانت عندك منين اللي الاهلي هياخد الدوري قلت المره اللي فاتت من شخصيه الاهلي من كيان الاهلي من تاريخ الاهلي انا فارق 8 نقط دلوقتي الحمد لله فضل من ربنا سبحانه وتعالى يعني لكن مش هعمل زي غيري ابدا لا بالعكس بنحترم الناس وبنقدرها يعني مش هعمل زي الناس اللي كلمت وقللت من شان الاخرين لا احنا بنكبر ومن قيمه ومكانه نادي الزمالك عندنا ايام راحه او اربع ايام راحه في الفتره اللي جايه بعد كده هنشوف هنعمل ايه في احتفالاتنا مهم جدا 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 اسر الناس اللعيبه والجهاز الفني باولادهم يكون حفله داخليه داخل الفريق الاول وهنشوف اداره النادي هتعمل لنا حفله تستاهل دوري عظيم ودوري كبير ودوري تاريخي زي ده بالشكل المناسب يعني وبعد كده هنفكر في مشوارنا اللي جاي في افريقيا طبعا هنلعب فرقه اسمها اطلع بره ان شاء الله الرحمن ربنا يكون مش عايز اقلل من حد طبعا لكن في النهايه انت هتقابل مجهول ما تعرفش عنه حاجه خالص لازم تحترمه جدا جدا تقدره بشكل كويس قوي هنشوف المباراه هتتلعب فين وان كان البوادر مش عارف هتلعب في العاصمه السودانيه الخرطوم ولا لا رغم ان هم طبعا من جنوب السودان عاصمه تانية خالص لكن او دوله تانية خالص لكن هنشوف الدنيا هتبقى ماشيه ازاي عارف بعد كده عندنا الكاس دايما الفرق الكبيره والعظيمه واللي ليها تاريخ ما بيبقاش الهدف الاساسي بتاعها الكاس الكاس بطوله لكن مش هي الاساس دايما في الفرق الكبيره مش هتلاقي الفرق العظيمه على مستوى العالم يعني بتهتم بالكاس بشكل كبير قوي لكن احنا مش معنى كده ان احنا مش هنهتم بيه لكن هنكون حريصين جدا جدا على نحقق الثنائيه لك ان تتخيل ان الناس بتوصف النادي الاهلي او بتوصف موسم النادي الاهلي ده ان هو من اصعب المواسم على النادي الاهلي وهو جايب 80 نقطه 80 نقطة يعني هي رقم على فكرة مش مسألة أقوال 80 نقطة والناس بتوصفه بأصعب المواسم الحمد لله طبعا على كل شيء هنركز في اللي جاي هنرتاح هنفرح لحقنا تمام سواء كان من إدارة النادي أو من الجماهير العظيمة أو من اللاعبين وبعدين هنركز في أفريقيا وبعد كده هنشوف مشوار الكاس بإذن الله شكرا يا بيه شكرا كابتن إسلام ده كان لقائنا كابتن طارق سليمان يمكن احنا على الهواء مباشرة كابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الأهلي مليون مبروك يا كابتن طارق مليون مبروك احنا على الهواء مباشره تحياتي كابتن اسلام ليك ولضيوفه كابتن مليون مبروك فوزكم ببطوله الدوري الاغلى الاصعب فوزكم النهارده على فريق الزمالك الفريق العنيد الخصم
مباراه صعبه جدا النهارده. الشناوي بيتالق النهارده، الشناوي بيثبت انه الحارس رقم واحد في مصر الان. والله بقول الحمد لله رب العالمين على البطوله الاول اللي احنا خدناها من اربع ايام، والحمد لله طبعا على المكسب النهارده. بعد ما خلصنا البطوله على طول تاني يوم على طول احنا فكرنا قلنا ان مباراه الزمالك والاهلي دي او الاهلي والزمالك بتبقى مباراه بطوله لوحدها وبطوله خاصه، فمش عايزين برضو يبقى الفرحه يبقى فيها يعني حته كده مش حلوه لجمهور الاهلي ولينا احنا كجهاز فني ولعيبه وكمجلس اداره. ببارك طبعا اكيد لمجلس اداره النادي الاهلي، وطبعا ببارك لكابتن محمود الخطيب على البطوله دي، بطوله غاليه قوي 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 في تاريخ النادي الاهلي. ببارك طبعا للعيبه وجهاز فني وجهاز طبي وجهاز اداري والعمال، طبعا كلنا تعبنا الامانه. يعني البطوله دي لما بتتاخد بيبقى كل يشارك فيها، كل واحد طبعا في عمله يعني. ومش هنسى طبعا اكيد ابارك طبعا لشريف اكرامي الحاضر الغائب معانا، كان له دور مهم قوي في مباراه مهمه جدا جدا فاصله برضو في البطوله ديت، ومباراه الجونه اللي كانت في الجونه اللي كسبناها 2-1، وشريف كرامي كان نجم المباراه ديت. ومش هنسى برضو دور علي لطفي في مباراه المصري اللي لعبناها، لا مباراه المصري اللي كسبناها 2-0. فبص كل واحد بيشارك، ممكن يبقى نسبه المشاركات مش عاليه، ولكن برضو الدور مهم. البطوله لو شريف كرامي مش جاهز ومش فت ما كانت المباراه دي ما كناش كسبناها، لو علي لطفي ما كانش جاهز في مباراه المصري اللي احنا كسبناها 2-0 في حرس الحدود. فكل ده بيدل على شيء، دول ان احنا الحمد لله بنتمرن بشكل كويس جدا جدا. الشناوي النهارده انا بعتبره من افضل مواسم، نجم المباراه النهارده، وكمان انا شايفه نجم الموسم يعني، سواء مع المنتخب في وجود الكابتن احمد ناجي معاه في المنتخب، ما ننساش طبعا دور الكابتن ناجي برده معاه في المنتخب، وكمان تكمله هنا في النادي الاهلي. انت عارف دايما مدرب حراس المرمى بيبقى هو صاحب النصيب الاكبر، هو بيقعد كتير في النادي يعني، هو شهور دلوقتي الواحد شغال مع الشناوي، سنين انا بقالي 3 4 سنين شغال مع الشناوي لما جبناه من بتروجيت. فالشناوي النهارده انا بعتبره من افضل حراس مرمى في الدوري السنه دي، وانا زعلت قوي ان هو ما خدش احسن حارس في افريقيا، انما اتمنى ان شاء الله ياخد افضل حارس في ان شاء الله في مصر السنه دي، ويستحقها يعني. ببارك له وببارك لعلي وببارك لشريف، وما بنساش طبعا وشوبير واحمد طارق والولاد الصغيرين في رمضان وفي حمزه وفي محمد طارق، عندنا حراس مرمى كويسين بنشتغل وبيستفيدوا خبره من الحراس الكبار. واتمنى ان شاء الله، ده عارف النادي الاهلي دايما بيخلص بطوله بننسى على طول وبنفكر ده بقت ماضي بالنسبه لنا، سواء مباراه الزمالك النهارده او حتى البطوله خلاص بقت ماضي، نفكر ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. كابتن طارق ابن كفر الشيخ. طبعا من كفر الشيخ طبعا. يكرمك وسلامتك كتير وربنا بينصفك. الحمد لله. الله يبارك فيك. كابتن اسلام، دي كانت لقاءاتنا مع نجمين من نجوم النادي الاهلي، مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو طبعا مدرب الحراس يمكن المتالق في الفتره الاخيره ويمكن طول مسيرته، كابتن طارق سليمان. عوده ليك من جديد كابتن اسلام. المحرك الرئيسي والمحرك الاساسي لهذا الفوز الكبير الحقيقه خلال هذه الفتره من شهر واحد وحتى الان، النادي الاهلي بيعاني معاناه شديده جدا جدا، بيعاني من صعوبات كثيره جدا، اصابات، عراقيل بيتم وضعها امام الاجهزه الفنيه وامام اللاعبين، ولكن في النهايه يظل النادي الاهلي هو البطل، ويظل النادي الاهلي هو متصدر الدوري العام المصري. كابتن حماده، يعني الف مبروك طبعا، مباراه متوسطه المستوى طبعا من وجهه النظر، شايفها ازاي المباراه من وجهه نظرك؟ يا طبعا بارك للنادي الاهلي، بارك للجماهير، بارك لمجلس الاداره، للجهاز، بشكر اللاعبين على الموسم الطويل دوت. انا اللعبه خلصت المجهود كله الماتش اللي فات، ماتش المقاولين ده انا بقول ده الختام والتركيز العالي جدا، خلص الماتش دوت. لكن النهارده اداء فنيا طبعا متوسط من النادي الاهلي. يمكن الزمالك كان افضل فترات كتيره في الاستحواذ. النادي الاهلي يمكن الإجهاد كان واضح جدا، او اللياقه الذهنيه خلاص خلصت، وفوزك بالدوري وفي حذر من الفرقتين بيلعبوا مش عايزين يخسروا يعني، الفرقتين عايزين يطلعوا ماتش تعادل. الجون جه بخطا من حارس المرمى عماد، وبعد كده لاحت لك فرصه، يمكن الزمالك كان عنده فرص اخطر شويه، وسط الملعب كان النادي الاهلي عنده خلل كبير، اللعيبه كانت لعيبه الزمالك بتستلم في الظهر الاثنين الديفندر، المسافه كانت بعيده يا كابتن تهيألي ما بين خط دفاع النادي الاهلي والاثنين الديفندر، كانت في مشكله بين عمق الدفاع نفسه في قلب الملعب، الاثنين المساكين والاثنين الديفندر واللي هو حمدي فتحي وعمرو السوليه، كان على طول في لعيب يستلم في ظهرهم، على طول في مشاكل في عمق الملعب. ولكن النادي الاهلي قدر طبعا، واخد 3 نقط،
معنويا حاجه كويسه جدا، بتفنش الدوري بثلاث نقاط، لكن ما تقدرش تقول النهارده الاهلي كويس، الاهلي لا يعني، وده معذور يعني، ده طبيعي ده جدا، ده طبيعي ده طبيعي جدا. عليك واحنا قاعدين قلت لنا الكلام ده، قلت لنا يعني هتلاقوا الاهلي يعني ايه مش قوي النهارده، لانه طبعا اللياقه الذهنيه بعيده تماما عن المباراه، ولكن شخصيه البطل كانت واضحه كده موجوده. وبعد كده في ثلاث اربع لعيبه موجوده في الملعب، علي معلول من يعني من نجوم المباراه، الشناوي طبعا، رمضان كان بيعمل حاله هجوميه فرديه بشكل كويس، ثلاث اربع لعيبه في الملعب، رامي النهارده عجبني جدا، رامي ربيعه، رامي ربيعه من المكاسب، حمدي فتحي برضه عودته بشكل كويس جدا، يمكن حمدي فتحي شويه كان الماتش اللي فات احسن بكتير، زي ما قلت التركيز كله خلص الماتش اللي فات اللي انت حسمت بيه الدوري، فالنهارده الاهلي يطلع بالتعادل يكسب ياخد الثلاث نقط، وقدر يكسب الثلاث نقط باداء متوسط يعني، وده اللعيبه معذوره فيه، الجهاز معذور فيه، خلاص ما تقدرش تعمل دوافع اكتر من كده، صح يعني، مفيش يعني، مش هقول اللي انت تعمل حاجه حاله فنيه عاليه جدا النهارده، استحاله ما ينفعش تشوفها النهارده، استحاله تشوفها المباراه، زي ما قلت لو خد النقطه خلاص يعني فنشت الدوري من غير خساره وبتاع، ولكن خد ثلاث نقط طبعا، مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه، زي ما قلت مبروك للجماهير اللي سندت الفريق بشكل كويس جدا في موسم اطول موسم واصعب موسم مر على الانديه كلها، مظبوط، والنادي الاهلي قدر يرجع بشكل اعجازي تاريخي، مظبوط، اللي انت بفارق النقاط الكتيره ديت، وبترجع دلوقتي بتفنش فرق كام نقطه دلوقتي؟ 8 نقاط، 8 نقاط بعد ما انت كنت متاخر بشكل كبير جدا 14 مع فريق قوي عنده عناصر كانت تقدر تحسم الدوري من بدري، فرط هو في نقاط، لكن النادي الاهلي قدر يقف، شخصيه البطل كانت واضحه في لعيبه النادي الاهلي خلال الدوري كله. تمام. كابتن بلال، هاخد من كلام كابتن حماده شخصيه البطل، شخصيه البطل في ظل ما انت ادائك مش بتلعب بشكل جيد، ولكن قدرت تكسب وتكسب فريق من الفرق الكبيره في مصر الحقيقه وفي افريقيا، ان انت تكسب نادي الزمالك وتكسبه 1-0 في ظل اداء متوسط بعد فوزك بالدوري من 3 ايام او 4 ايام، اعتقد ان هنا تبان او الفارق ما بين شخصيه البطل وشخصيه الفريق العادي. اكيد طبعا، الاول مبروك طبعا لجمهور وجمهور النادي الاهلي ولاعيبته ومجلس ادارته، مبروك لكل عشاق النادي الاهلي في كل مكان، بطوله صعبه وبطوله غاليه علينا كلنا، يمكن بطوله كلها تحديات اسلام من بدايتها لنهايتها، انت بتتحدى الجميع يعني، بتتحدى حتى نفسك كمان يعني، في بعض الاوقات كان عندك الاحساس ان انت بره المنافسه، بعض الاوقات يمكن كمان في بعض الخسائر اللي حصلت السنه دي كان عندك احساس كبير جدا ان المنافسه صعب عليك، ولكن قدرت يعني، كان زي ما قال كابتن حماده، قدرت انك من بعيد جدا 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 ترجع الثقه لنفسك، اللعيبه كان فيها ترابط، كان في فعلا شخصيه للعيبه، ودي اللي النهارده كانت موجوده عند النادي الاهلي، مفيش دوافع كبيره، يعني انت الدافع بتاعك بس ان انا بلعب نادي الزمالك النهارده، مفيش حاجه ثانيه، حتى مفيش ثلاث نقاط، يعني انت ما عندكش الحاجات اللي تخليك تنزل النهارده تقاتل بكل ما اوتيت من قوه، انت بس النهارده عندك بتلعب قدام خصم اسمه نادي الزمالك، انت بس مش عايز يبقى شكل الدوري وحش بالنسبه لك، هي دي الحاجه اللي كانت فارقه مع لعيبه النهارده، ودي اللي احنا شفناها النهارده، يمكن لو كان في دوافع اكتر من كده كان ممكن يبقى كوره افضل من كده، كان ممكن يبقى الفنيات افضل من كده، تركيز اللعيبه في الملعب كان ممكن يبقى اعلى من كده بكتير جدا، وانت برضو اثناء الحاله البعيده قوي دي وحاله التركيز البعيده دي قدرت انك تكسب، كسبت عشان انت اسمك النادي الاهلي، عشان برضو ستيل نادي الزمالك عنده رهبه منك، ما كانتش موجوده قوي النهارده بشكل كبير، خاصه بعد اول ربع ساعه، يعني انا كنت اتمنى بعد الضغط بتاعه ال 10 دقايق كابتن حماده، وانك ابتديت تمسك كوره وتنقل كوره انك تكمل، لكن برضو زي هاخد برضو من كلامك انك الدوافع مش موجوده، طب انت عايز ايه من المباراه؟ يعني السؤال اللي ممكن تساله لنفسك كلاعب داخل الملعب، انا عايز ايه؟ عايز يبقى شكل حلو، ما اخسرش، عايز ما اخسرش، ما اطلعش صح خسران، ما ابوظش الفرحه اللي حصلت من 3 4 ايام قدام المقاولين، خاصه انت عملت جيم رائع جدا جدا قدام المقاولين، اديت بشكل كويس قوي، انهيت الدوري متالق بشكل كبير، فالنهارده عايز اقول يعني احنا خلاص نبارك للعيبه، مش هنحاسبهم على الاداء الفني، صعب جدا تحاسب النهارده اللعيبه وتحاسب كمان الجهاز الفني على الاداء الفني النهارده، ولكن انت كل بتتمناه النهارده من المباراه انك هتخرج من نقطه التعادل وتخرج بالمكسب، يعني اقل التقدير النهارده كنت تتعادل مع نادي الزمالك، قدرت انك تكسب عشان انت عندك شخصيه، اللعيبه برده متحمله عبء اسمه فانيله النادي الاهلي، متحمله عبء اسمه شخصيه وقوه واراده النادي الاهلي، انت مش عايز تخرج النهارده كنادي اهلي مغلوب، هو ده اللي انت كنت بتلعب عليه النهارده في الملعب، وقدرت انك تعمل كده، اللعيبه النهارده في المباراه قدرت ان هي تعمل كده، قدرت ان هي تخرج من المباراه كابتن
وهي كسبانه باقل الخسائر. النهارده يمكن حتى في بعض الفنادق كنا بنتكلم النهارده كابتن علي معلول في بعض الاوقات هو اللي بيلعب وينج واجي ولا بيلعب كليف. أيوه في مباراه ثانيه استحاله تلاقي الكلام ده موجود، استحاله مش طبيعي. ولكن عشان خاطر خلاص المباراه تقريبا خلصانه وانت ما عندكش حاجه تبكي عليها، فاللعيبه كمان في الملعب بتريح بعضها، يعني ده جزء من الراحه شويه في الملعب، او جزء من خلاص انت مش عايز اقول عدم التركيز، ولكن جزء من ان انت خلاص خدت دوري كسبان الزمالك، ما عندكش حاجه تزعل عليها، المباراه بالنسبه لك مش صعب قوي، الزمالك مش مصعب عليك المباراه بشكل كبير، فعشان كده النهارده كنا بنشوف حاجات غريبه النهارده في الماتش، ولكن في النهايه احنا بنقول مبروك طبعا للاهلي المكسب. تتويج البطوله هو مباراه النهارده مباراه الزمالك، لان اي حاجه النهارده يعني غير التعادل والمكسب كانت هتبقى الفرحه ناقصه شويتين ثلاثه يعني، فكنت عايز تكسب النهارده عشان الفرحه تكمل النهارده بمباراه المقاولين اللي فاتت. أسامة ألف مبروك. طبعا النادي الأهلي النهاردة لم يؤدي أداء عالي وكلنا اتكلمنا في هذا الموضوع، ولكن في النهاية المكسب هو الأهم. طبعا في البداية ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي ومجلس الإدارة واللعيبة والجهاز الفني والعاملين والمديرين، كل واحد ساهم في الإنجاز، مش يعني سنة طويلة جدا، أطول سنة في العالم في كرة القدم. هو كان الدوري السنة دي الدوري المصري. كابتن حمادة دق شوية برضو. طبعا خدت شوية. ما نقدرش برضو ننسى النهاردة في الاحتفال جهاز فني كان موجود قبل كده كارتيرون، لعيبه كانت موجوده قبل كده سليف كلوبالي، وشفنا كلامهم على النادي الاهلي برغم رحيلهم على النادي الاهلي، بنشوف برضو مدى ارتباط الناس ومدى احترام النادي الاهلي بكل الناس اللي شاركت، بنهني كل الناس اللي ساهمت في الانجاز. النهارده في اي دوري في العالم يا كابتن اسلام بتشوف في نهايه الدوري الفريق البطل دايما بيتوج في الملعب، بتشوف الجماهير وهي ماليه الاستاد، دي كلها دوافع. النهارده لما تلعب مباراه القمه زي ما احنا بنتكلم ما عندكش جماهير، ففين الدوافع النهارده برغم ان النادي الاهلي حسم الدوري المباراه اللي فاتت. كنت اتمنى واحنا طالعين من كاس امم، منظمين كاس امم كان فيها حضور جماهيري كبير، ان كان النهارده مباراه الاهلي والزمالك تكون بجماهير. اتمنى كان من اتحاد الكوره وهم عارفين ميعاد المباراه يبقى في تسليم لدرع الدوري زي ما بنشوف في دوريات العالم كلها. فريق البطل بيتم تكريمه في الملعب، جماهيره بتحتفل معاه وبيبقى شكل ومنظر رائع. ان شاء الله اتمنى مجلس اداره النادي الاهلي يبقى فيه احتفال هيبقى ان شاء الله موجود للعيبه كل الناس اللي ساهمت في هذا الانجاز، ان يعتبر هذا برافو عليك كل الناس اللي ساهمت في هذا الانجاز طبعًا. وليس طبعا الجهاز الفني واللاعبين هم الاهم، ولكن كل الناس في النادي الاهلي. يعني انا يعني كلكم كباتن كبار واجيال كلنا مختلفه، عمر ما بيبقى فيه انجاز في النادي الاهلي بيطلع واحد يقول انا صاحب الانجاز الوحيد، لا صح. احنا لما بنتكلم عن النادي الاهلي بنتكلم كمنظومه كامله، مزبوط. مجلس اداره، مدربين، جهاز فني، لعيبه، عاملين، اداريين، كل واحد ساهم في هذا. بدليل ان في حاله زي دي دايما بتلاقي يا كابتن حماده بلال يا اسامه ايه اللي بيحصل؟ ان بيطلع بتطلع مكافاه لجميع العاملين في النادي طب. مش مثلا للجهاز الفني فقط ولا لا، تطلع للعاملين كلهم في النادي. الحاجه الثانيه من مباراه النهارده يا كابتن اسلام برغم الاداء طبعا النادي الاهلي النهارده اقل من مباريات كتير في طبعا في، لكن المكسب النهارده مكسب مهم جدا، مكسب معنوي، مكسب هيضاف لتاريخ النادي الاهلي. لما بنتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك وعدد مكسب النادي الاهلي، النادي الاهلي ما زال متصدر في الفوز على نادي الزمالك. الحاجه الثانيه النهارده ناس كتير خلال الفتره اللي فاتت شككت في التحكيم، قالت النادي الاهلي بيفوز بالدوري بالتحكيم، التحكيم بيجامل. النهارده حكم اجنبي ولا عارف اهلي ولا زمالك بياكد النهارده النادي الاهلي بيفوز على الزمالك في مباراه، النادي مباراه بالنسبه للنادي الاهلي تحصيل حاصل، النادي الاهلي حسم الدوري اللي فات، لكن النهارده النادي الاهلي بيفوز بتحكيم اجنبي عشان كان الكلام الكتير اللي اتقال خلال الفتره اللي فاتت. الحاجه المهمه برضو انك انت النهارده برغم انك كنت بعيد عن الدوري، كان نادي الزمالك متقدم ب 14 نقطه عنك، النهارده انت بتحسم الدوري بثمان نقاط فارق ليك، دي حاجه برضو ايجابيه وحاجه يعني هتذكر في التاريخ، وزي ما الكابتن سيد اتكلم عنها وقال ده الموسم الصعب، ده الناس بتقول صعب، لكن احنا حاجه و80 نقطه ولا 80 نقطه 80 نقطه 80 نقطه، فانت النهارده انت يعني ده انجاز مهم جدا. احنا يعني انا مش عايز يعني اختصر الاحتفال كله على مباراه الاهلي والزمالك، لا احنا النهارده امام مشوار طويل على مدار سنه، مدار سنه تاخد فيها قرارات مهمه في الوقت المناسب، وانت عندك تعثر وبتخسر خمسه في افريقيا بتعمل ايقاع على الجهاز الفني، بترجع تخسر من بيراميدز برضه، بتخسر من بيراميدز في مشوار الدوري كان وقت بتدي دفعه، بتلاقي مسانده، بتلاقي قرارات مناسبه في وقت مناسب. كان في ناس في وقت معين تطلع تقول رحيل فلان وفلان وفلان وكذا وكذا وكذا، بتلاقي في دعم، بتلاقي في قرارات فيها حكمه، ما بتلاقيش
مسؤول في النادي الاهلي بيطلع في قناه ولا في تلفزيون على هنا وتلاقي قرارات عشوائيه وقرارات انفعاليه. لا، دايما القرار في النادي الاهلي بيدرس وبيكون بحكمه دايما للصالح العام. عندك اهداف قصيره دلوقتي او قريبه بتشتغل عليها واهداف بعيده زي ما هنشوف ان شاء الله. سامع كلامك مظبوط جدا. في الوقت اللي كان فيه تعثر للنادي الاهلي وكان فيه هدوء من الاداره، تمام، ده اللي جاب الدوري. كابتن حماده قال نقطه مهمه جدا. ايوه، لما احنا بنتكلم ونقول صاحب الانجاز ما بنقولش فرد، لا احنا بنقول منظومه كامله، اداره بتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب، اداره بتدعم. وانت النهارده بعيد في يناير بصفقات، لا يعني فرقت مع النادي الاهلي لما تتكلم عن حسين الشحات، تتكلم عن حمدي فتحي، تتكلم عن رمضان صبحي، بتتكلم عن ياسر ابراهيم، عن ياسر ابراهيم، بتتكلم عن محمود وحيد الباك ليفت. لا يعني انت النهارده ضميت عناصر مهمه جدا، ده قرار اداره. النهارده لما بتوكل على جهاز فني بتدعمه مع لعيبه مع كباتن داخل الفريق زي الناس القدامى زي احمد فتحي، حسام عاشور، الشناوي، شريف اكرامي، بتلاقي الروح دي، بتلاقي فيه انتصار. دايما جمهور النادي الاهلي بتلاقيه دايما في ظهر النادي الاهلي، حتى لو هو مش موجود في المدرج بتلاقيه على السوشيال ميديا، بتلاقيه لما بيقابل اللعيبه في الشارع بتلاقي رد فعلهم. ده كلها عوامل نجاح. مش عايز اختصر النهارده الفرحه بتاعت النادي الاهلي والدوري 41 في مباراه الاهلي والزمالك، انت فزتها، فبنتكلم عن الاداء. لا، الاداء النهارده زي ما احنا قلنا الدوافع ما كانتش موجوده بالشكل الكبير. انت النهارده نازل لا تعادل لا اكسب، مش عايز اخلي الصوره النهائيه بشكل وحش. فربنا سبحانه وتعالى اداك النهارده المكسب عشان عندك الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. وغالبا دايما في مباراه الاهلي والزمالك مش شرط ان انا العب كويس عشان اكسب المباراه، دايما مباراه الاهلي والزمالك المباريات الكبيره كان مانويل جوزيه بيقول لك كلمه، التفاصيل الصغيره هي اللي بتكسب. هي اللي بتكسب النهارده. خطا من عماد السيد. عماد السيد برضو يعني بنتمنى له التوفيق، خطا وارد في كره القدم. النهارده استغل بالمناسبه واحنا بنتكلم نادي الزمالك، هناك انباء عن اقاله الجهاز الفني لنادي الزمالك بالكامل، وسوف يتم تعيين جهاز فني جديد اجنبي لنادي الزمالك خلال الفتره القادمه، ايضا الاستغناء عن لاعب نادي الزمالك محمد ابراهيم. دي تقريبا قرارات مكتوبه، ما اعرفش هل هي رسمي بقى ولا مش رسمي. دي اول او اولى تبعات هزيمه النادي الاهلي لنادي الزمالك. اتفضل يا استاذ. يعني ربنا سبحانه وتعالى ادانا المباراه النهارده عشان تكتمل فرحه النادي الاهلي، عشان تؤكد انك انت تستحق هذا الدوري اللي تحالف عليك فيه ناس كتير. يعني الدوري ده تحالف عليك ناس كتير من كل مكان، كان في قرارات ضدك، كان في ناس بتتحد ضدك، لكن النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي، مجلس الاداره، الجماهير اللي هي دايما السند الحقيقي للنادي الاهلي ودايما في ظهر النادي الاهلي، وحتى لو المدرج فاضي ما نقدرش ننكر دور جمهور النادي الاهلي طبعا. اللي دايما بوقت الصعب بتلاقيه موجود. حائط صد للنادي الاهلي في اشياء كثيره جدا. كابتن حماده، مش عارف بقى نتكلم فنيا عن المباراه. يعني حضرتك شرحت كل حاجه تقريبا في كلمتين ثلاثه، ولكن علي معلول النهارده هو نجم الموسم في مصر من وجهه نظر الجميع. يعني انا بحاول اقرا كل الناس علشان اهلاويه او زملكاويه او اتحادويه. او علي معلول الحقيقه بيقدم مستوى اداء عالي جدا، وكان من الواضح ان هو لو كان مع المنتخب التونسي يعني حتى لو كان باوفر اتعمل ولا حاجه كان فرق كتير. عنده حلول هجوميه زي ما قلت، كان كلمني قبل الاستوديو لما عملنا مقارنات مع جاز. لا، عنده حلول داخل الملعب، بيخش ازاي جوه، بيعمل حل بالاوفرات بتاعته، وقفاته صح في ال 18. يعني الاهداف مش بالصدفه اللي بيجيبها دي، هو بيقف صح، بيقرا الكوره، بيتوقع خطا اوفسايد كمان، بيتوقع خطا المدافع. يعني عنده حس التهديف بشكل كويس جدا. السنه دي مباراه الاتحاد، شوف الهدف اللي جابه في وقت ازاي قاتل وحاسم ومضيع ضربه جزاء، خلي بالك. بالظبط. فهو ليه اهداف حاسمه، ده مجهود بيعمله، اداء رائع. ممكن يعني انا برشحه احسن لاعب الموسم السنه دي في الدوري المصري. الشناوي جون النهارده، يمكن نجم اللقاء النهارده، انقذ اكتر من هدف لنادي الزمالك. يعني الزمالك قدر يوصل في زي ما قلت طبعًا من شويه طبعًا في عمق الملعب، لكن الشناوي في كورتين بهدفين قدر يصدهم بشكل جيد جدا. زي ما قلنا فنيا النهارده، يعني ما تقدرش، مش عايزين نتكلم فيه، لا النادي الاهلي فنيا مش كويس النهارده. مظبوط، هي افراد موجوده في الملعب قدرت تقف صح طول الوقت. النادي الاهلي بيدافع من ورا، سايب ازارو قدام هو اللي بيعمل الضغط لوحده، حتى ازارو اجهد في حته الضغط، ولكن الناحيه الهجوميه بالنسبه له ما كانتش جيده.
كان يمكن اقل متوسط. الحاجه الحلوه اللي عملها كان بياخد فاولات كتير، بياخد بيعمل محطه الكره بتجيله بيعمل محطه بفاول، وده مطلوب في وقت معين. تحركاته بيفتح مساحات لرمضان، بيفتح مساحات لحسين الشحات، ولكن كله كان مجهد بطريقه كبيره. يعني كله مباراه المقاولين شال الضغط كبير فريحت الناس خلاص بدنيا وذهنيا وكل حاجه. يعني خلاص حاله التشبع اللي الدوري خلصت عند المقاولين خلاص. بعد كده يعني يشكروا اللي هم وقفوا في الملعب النهارده وقدروا يكسبوا. سيبك من الاخطاء الموجوده بقى فنيا كتير في الملعب مش عايزين نتكلم فيها، ممكن كان الزمالك يخطف المباراه في اي وقت، كان هو تألق الشناوي مظبوط، تألق الشناوي بشكل كبير جدا، ووقوف رامي ربيعه بشكل كويس في ال 18 بيغطي بشكل كويس. الاطراف كانوا بيدافعوا زي ما انت بتشرحوا من شويه، ان لما نزل اجاي كانت ليه هو الباك ليفت وعلي معلول قدامه قافلين جبهه، رمضان مع هاني الناحيه الثانيه قافلين جبهه، كان في خلل في وسط الملعب كان واضح. يمكن استحواذ كان اكتر لنادي الزمالك في عمق الملعب ده فنيا. يعني برضو مش عايزين نتكلم، الفوز ده النهارده فوز معنوي للمرحله الجايه، المرحله الجايه مهمه جدا عند النادي الاهلي. لما بتطلع من الدوري بخساره حتى لو تلم نفسك ومن الزمالك على ما تلم نفسك بتاثر معاك بشكل كبير صح. لكن انا شايف الفوز دوت بيدي مع ثقه للعيبه الفتره الجايه، ده خلاص انت داخل على افريقيا، على داخل على كاس مصر، على بدايه الدوري. طبعا في اخطاء لازم الجهاز عليها طبعا، لا موجود في اخطاء يعني فيه. طبعا بص يا كابتن حتى اهم معلش قبل ما حضرتك تكمل كله في حاجات نقط معينه في اخطاء موجوده لازم قبل ما حضرتك تكمل بس اهم ما يميز ملعب الاهلي الحقيقه ان احنا بنقول اللي احنا شايفينه بالظبط. يعني حضرتك من حقك تقول ان انت لا شايف، لان حضرتك لو قلت او اسامه او كابتن اسامه او كابتن بلال اتكلموا وقالوا ان الاهلي ما حدش هيصدقنا لكن الحقيقه واضحه وضوح الشمس على الشاشه طبعاً. والشاشه الناس انا اسف الناس مش يعني الناس فاهمه كويس جدا ايه اللي بيتقال، عشان كده لما حضرتك بتقول الكلمه الصحيحه الناس بتبص على بتشوفك وبتنتظرك وكابتن اسامه وكابتن بلال، وبالتالي احنا ما عندناش مشكله ان احنا نقول ان الاهلي كان اقل طبيعي جدا من مستواه، وحضرتك قلت الاسباب وكابتن بلال وكابتن اسامه قالوا كنا لعيبه وعارفين عارفين الواحد عايز يخلص بقى يعني والدافع كمان انت لما النهارده بقى مشحون ومركز والمباراه دي هي مباراه الدوري، لا ببقى تركيزي وتمركزي حتى في الملعب لما بدخل على كره مشتركه ببقى مختلف خلاص الامور اتحسمت. انا بقول لك اشكروا اللي هم قدروا يعني ومع ذلك كسب الاهلي ومع ذلك النادي الاهلي كسب. انت لما تلعب من غير اي دوافع يا اسلام تمام، او انت مش من غير اي دوافع لما تخلص يعني. كل الدوافع اللي عندك هو في هو انا مش ما عنديش دوافع، هو انا خلصت كل الدوافع اللي موجوده عندي. يعني انا بلعب على دوري عام ارهاق شديد جدا، تركيز عالي جدا يا كابتن، ضغط كبير جدا، انا فجاه خلصت كل ده في ماتش المقاولين العرب، ماتش المقاولين العرب خلاص خلص لي كل اللي موجود عندي فينا. فاستكفيت كل فاخدت كل يعني خرجت زبط. كل الدوافع اللي كانت موجوده عندي في ماتش المقاولين العرب. فانت عندك مباراه ثانيه المطلوب منك انت كلعيبه، يمكن حتى احنا كمان هنا في الاستوديو اللي فات يا اسلام قلنا مش هنحتفل عشان عندنا مباراه الزمالك وبرده سيد عبد الحفيظ طلع واتكلم وقال برده مش هنحتفل عشان النهارده بس وبكره عندنا. انت ما تقدرش تقول للعيبه كده، هتقول لهم قصدي كده، لكن ما تقدرش تخليه تدخله جواه ان انت لا ما كسبتش الدوري وان لسه ماتش الزمالك ده المهم بالنسبه لك. بص يا كابتن انا المفروض ماتش الاهلي والزمالك اللي هم القمه بيتعملوا خلال الموسم مش لازم اخليهم اخر ماتش صح. يعني انا فاكر في سنه اللي الزمالك خد فيها الدوري كان اخر مباراه عنده وادي دجله، كنت انا ماسك وادي دجله، عملنا ممر الشرف دوت اللي بيتعمل وهنينا الزمالك كان وادي دجله صح وحضرتك موجود صح. انا كنت ماسك وتعادلنا 0-0 المباراه ديت وادينا مباراه كويسه، بس عملنا الواجب اللي هو تقف ممر الشرف دوت اللي هو تتويج للبطل كنا عايزين نشوفه النهارده يعني. بس هو اتحاد الكوره اتصل بينا قال تعمل موافقين اي فرقه واخده الدوري في اخر مباراه ده طبيعي جدا في العالم كله، احترام احترام بالظبط. ده كان المفروض يبقى موجود النهارده وكانت هتخلي حده التوتر الموجود ده تقل بشكل كبير جدا. شفتها في مباراه كان الزمالك وحرس الحدود لما الزمالك خد الكونفدراليه فرقه حرس الحدود عملت ممر شرف كان المباراه في ملعب الماكس واحتفلوا. كنت اتمنى النهارده اشوف يعني لاعبي نادي الزمالك النهارده بعد المباراه يعني كان ممكن في ممر او بعد قبل المباراه ممكن يعمل التواصل دوت قبل اللقاء وكان متهيألي كان الزمالك هيقف يعني كان الاولى يا كابتن حماده اتحاد الكوره النهارده ايه اللي ما يدعوش ان يبقى النهارده المباراه بجماهير مثلا 3000 من الاهلي و3 من الزمالك
صحيح النهارده كان ممكن تنظم طبعا لكن عموما هو بص في الاخر اسامه وانتم طبعا حضراتكم يعني ياما لعبتوا مباريات قمه وياما شفتوا في النهايه بيبقى اللاعبين اصدقاء قريبين من بعض طبعًا. احنا بس كنا نتمنى ان ده يحصل ليه علشان الشكل العام بالنسبه لنا وبالنسبه للجمهور خلال الفتره اللي جايه. الرئيس في كلامه قال ان احنا هنرجع الجمهور وهنعمل لقطه زي ديت كانت ممكن تبتدي تريح كتير قوي بس لكن اوكي صح. كل واحد حقه وكل واحد هو حر يعني طبعًا يعمل طبعًا. اللي هو عايزه في النهايه هي شخصيه البطل وشخصيه وهي كل واحد وله وجهه نظره. انا لا ما اعرفش الكواليس ايه اللي ضارب بس بقول لك المفروض كان يحصل كده يعني. طيب لكن في نفس الوقت برضو عشان تبقوا ما اعرفش حضراتكم عارفين الموضوع ده لا كل لاعبي اكاديميه النادي الاهلي وقفوا ممر شرفي للاعيبه النادي الاهلي طبعا هم داخلين طبعا الاولاد الصغيرين بتوع اكاديميه النادي الاهلي وبرضو ممر شرفي للاعبي نادي الزمالك ده شيء طبيعي الحقيقه دايما بنشوفه وبنتعلمه جوه النادي الاهلي. عايزين نروح فين طيب؟ طيب نروح نشوف اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي وفرحتهم بفوز النادي الاهلي بالدوري والفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك في مقر النادي الاهلي في الجزيره. اتفضل يا النهارده على فوز النادي الاهلي على الزمالك تتويج للفوز ببطوله الدوري العام. هو اصلا التتويج بتاع النادي الاهلي النهارده في الدوري ده حاجه بنسميها درس لكل الفرق الثانيه. ازاي انت في اخر الدوري وكل الناس عماله تبص عليك على انك انت احتمال كبير جدا ما تقدرش توصل وتنهي البطوله بتاعتك بفرق 8 نقاط عن البطل بتاع السنه اللي كان ماسك طول السنه. علشان كده بنقول ايه ان روح البطل بتاعت النادي الاهلي او روح اللعيبه بتاعتنا او روح الجهاز الفني كانت مسيطره جامده في احساس من جوه في رجوله في خوف في رغبه في النجاح مده طويله 360 يوم عمالين نشتغل توقفات كتيره اصابات كتيره لكن احنا نفوز ونوصل للمرحله ده نجاح جامد جدا جدا. اشكرك شكرا جزيلا مشكرك شكرا جزيلا. قولي لي النهارده يعني واضح عليك السعاده النهارده والثقه جايه من اول الماتش وواثقه ان النادي الاهلي هيفوز بالدوري وكمان فرحانه بالبطوله. اكيد طبعا فرحانه لان الاهلي بياخد الدوري كل سنه ودي حاجه احنا متعودين عليها كلنا. قولي لي النهارده تقول ايه الجهاز الفني واللعيبه؟ الف الف مبروك للنادي الاهلي وكل الجماهير مبسوطه وده مجهود باين عليهم جدا. سيدات النادي الاهلي دايما هم في صف النادي الاهلي درع النادي الاهلي وحامينه دايما ورا اللعيبه ورا الجهاز الفني. تقول ايه حضرتك النهارده لفوز النادي الاهلي؟ الف الف مبروك للنادي الاهلي وهارد لك للزمالك وهم كانوا بيلعبوا يعني مش قوي بس الحمد لله ان ربنا وفقنا. النهارده النادي الاهلي ادى اداء يعني فوق الرائع فوق القوي. النهارده النادي الاهلي اثبت انه بطل الدوري عن جداره واستحقاق بالفوز على النادي الزمالك. طبعا الف الف مبروك للنادي الاهلي وان شاء الله دايما نبقى على يعني يبقى هم على طول معانا وفي القمه والف الف مبروك. مشاهدينا دي كانت تغطيتنا للقاء القمه 118 ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك اللي النادي الاهلي حسمها بالفوز عن جداره واستحقاق بنتيجه هدف مقابل لا شيء. يا رب النادي الاهلي دايما في انتصارات يا رب النادي الاهلي دايما زي ما عودنا الابر هاند اليد العليا دايما تكون للنادي الاهلي ويا رب ان شاء الله المزيد من البطولات لنادي القرن في افريقيا. عوده مره اخرى للاستوديو لك الكلمه كابتن اسلام الشاطر. شكرا جزيلا زميلنا ادهم ندى بشكرك الحقيقه على هذه التعليقات. كابتن بلال كابتن اسامه كابتن حماده اعتقد ان النهارده النادي الاهلي فرحه طبعا مضاعفه يعني حتى على كلام علي معلول وهو بيتكلم قال ايه؟ قال لك ان فرحتنا دائما بتبقى مختلفه في الفوز على الغريم التقليدي. هل الفرحه دي هتنسينا بقى كل اللي فات وكل اللي حصل من الناحيه الفنيه يعني؟ بص هو اكيد هتنسينا لان خلاص يعني بس في مواسم احيانا يا اسلام زي ما قال كابتن حماده وكابتن اسامه مواسم تبقى استثنائيه بالنسبه لك بالظبط. موسم السنه دي استثنائي بالنسبه لك، انت عملت انت ابتديت الموسم عندك كم اصابات كبيره جدا يا كابتن تمام، ابتديت تعمل تجيب لعيبه في شهر يناير لعيبه بقيمه كبيره قيمه عاليه عشان تعمل تدعيم كبير جدا ودي طبعا ودي طبيعه الفرق الكبيره يعني. فبالتالي انت مريت بشويه مشاكل طول ما انت عندك اصابات انت مش قادر توصل للمستوى الفني الجيد بالنسبه لك. يعني النهارده في بعض الفرق لما بيقع لعيبه كابتن الفرقه نفسها بتقع. يعني انت جالك وقت عندك خمس ست لعيبه واعيين مش موجودين عندهم أكتر. اصابات اكتر تقريبا يعني انا 12 و13 بنتكلم على اللعيبه الاساسيه بالنسبه لك مش هنتكلم على اشركت 43 لعيب بالظبط السنه اكتر نادي اكتر نادي يمكن في افريقيا اشرك لعيبه السنه دي هو النادي الاهلي.
نظرا لكثره الاصابات الكثيره اللي موجوده عندك، صح. فمش قادر توصل لحاله فنيه جيده. بقول لك اي مدير فني النهارده لما بيبقى عنده اصابه او اثنين لاي لعيب بيبقى عنده مشكله كبيره جدا يا كابتن، بيضطر يغير طريقه اللعب، يغير الاداء بتاعه عشان خاطر ان هو مش قادر. لو لعيب عنده سرعات ولعيب ثاني بيلعب بستايل مختلف بيضطر يغير في الطريقه بشكل كامل. النهارده لما يكون عندك 7-8 لعيبه مش موجودين اثناء فتره كبيره جدا من الموسم، خاصه في الراوند الاول، فدي مشكله كبيره جدا لاي مدير فني. ممكن تحاسب المدير الفني لانك انت عندك بدائل، ولكن برضو اي مدير فني بيحتاج استقرار. فدوري مع مكسب الزمالك اعتقد من وجهه نظري هينسيك حاجات كتيره جدا، لكن ده بالنسبه للعيبه. لكن بالنسبه للمدير الفني اعتقد في دروس مهمه جدا. يعني مستر لاسارتي يعني في المشوار اللي قضاه مع النادي الاهلي في برضه بعض العقبات قابلته، وفي بعض الحاجات الصعبه جدا، صح. اكيد لازم يتعلم منها، لان انت خلاص انت كمدير فني دايما بتفكر في الحاجات، في المشاكل اللي عندك عشان تقدر تداويها بعد كده، عشان تقدر تغيرها، عشان تقدر تعالجها. عندك انت البطولات داخله عليك، انت ما نهيتش الموسم كده خلاص، انت بتبتدي موسم جديد. هل اللياقه البدنيه، هل الاعداد اللي انت عملته في اسبانيا ده اعداد جيد بالنسبه لك؟ ده برضه هيبان خلال الفتره اللي جايه. يعني النهارده ممكن نقول ان البدايه صعبه شويه، اللياقه البدنيه مش موجوده شويه، ولكن انا بقول ان الفتره الجايه لابد من رفع معدل اللياقه البدنيه، واحنا لسه بنبتدي موسم يا كابتن. النهارده ما ينفعش محمد هاني يبقى عنده اصابه عضليه في بدايه السيزون النهارده، ده مبشر بالنسبه لي انا غير جيد. فلازم اتعلم، لازم اشتغل، لازم بدايه الموسم بالنسبه لي تبقى بدايه قويه. مش هتستنى انك تعمل نفس البدايه بتاعت الموسم اللي فات وتقول ان الموسم ده بدايته بدايه استثنائيه بالنسبه لي، لا، هيبقى فيه خطا كبير جدا. لازم نتعلم من الحاجات اللي فاتت. انا كلاعب هنسى، هفتكر بس ان انا توجت بالدوري، هفتكر ان انا كسبت الزمالك مره، هفتكر ان انا بطل الدوري السنه دي وانتهى الامور بالنسبه لي وابتدي صفحه جديده. لكن انا كمدير فني يا اسلام لازم احط كل العقبات اللي قابلتني والمشاكل بعد كده اللي قدامي عشان اقدر اعالجها بعد كده. تمام، اتفضل. لا مشكله الاهلي في اللياقه البدنيه الفتره اللي فاتت دي كلها، الاعداد ما كانش جاي. خلي بالك بس اتمنى الاعداد يكون جاي. كابتن حماده ممكن يقول لنا اكتر، تاني ماتش هيبقى تاني ماتش بعد فتره الاعداد، هنعتبرها فتره اعداد، يعني هناخد فتره الاعداد 3 اسابيع اعتقد او اقل. لا ما اعرفش، وخد راحه قد ايه؟ كان عندنا مثلا البطوله الافريقيه وخد راحه تقريبا، هقول لحضرتك من يوم توقف، كان في 50 يوم توقف، 50 يوم. واللي قبلها خلي بالك الاهلي كان هيلعب ماتش المقاولين وتاجل، وكانت اللعيبه بتتمرن، بس يعني كان معروف ان الماتشات هتتاجل. عارف لو هو عارف ان اول ماتشات هتتاجل كان لازم اعمل راحه سلبيه وقت معين وابتدي اعمل اعداد اكن ده بدايه الموسم. بدايه الموسم، لكن انا اقصد يا كابتن، لا، لكن الاهلي كان شغال، كان فترات الراحه بتاعته قليله، يعني 3 ايام ويرجع تاني. لا لكن خدوا 10 ايام تقريبا او بعد للموسم. لازم اخد راحه سلبيه وحاسب برنامج اللي عامله المدير الفني، ودي بدايه موسم بالنسبه له، من موسم شاق وطويل، صح. ببص لقدام، ببص على القوه اللي موجوده دلوقتي شمال افريقيا، خلاص هو كان مستحوذ على بطولات افريقيا، صح. فده المنافس بتاعي، ده المنافسه بتاعي عشان اخد بطوله افريقيا. انا خرجت من بقالي سنتين بوصل، او 3 سنين، سنتين بوصل نهائي وبخسر، والسنه دي بخسر من دور الثمانيه او 16 8 من شمال افريقيا. شمال افريقيا بقوه موجود في النهائي، خرجت من سان داونز، ولكن مين اللي خد البطوله؟ فدي القوه اللي انا هلعب، يعني لازم ادرس. ما دول الناس اللي هلعب ضدهم، ادرس الخصوم بتاعتي عشان يعني. النادي الاهلي بياخد دوري، بياخد كاس وفي المحلي، لكن النادي الاهلي ده هدفه اكبر، هدفه بطوله افريقيا، صحيح. هدفه كاس العالم الانديه، صح. الحاجات زي ما يمكن في فصل اتكلمنا فيها دي، الحاجات اللي بتدخل لك دخل كويس، دي اللي بتعمل لك اسم النادي الاهلي، صح. وصول كاس العالم الانديه ده مهم جدا، ده اللي منتظرينه الفتره الجايه، دي اللي هيدرسها مستر لاسارتي الفتره الجايه. طب ايه انا ما وصلتش ليه؟ ايه الاخطاء اللي كانت عندي؟ صح. الاماكن اللي انا محتاجها مش للدوري، ما ببصش على المنافسين اللي عندي هنا، ببص هنا، لكن عيني على المنافس القوي اللي هو في افريقيا، صح. اللي انا هقابله في دوري المجموعات في 3 سنين، انا او يمكن السنه دي دخلنا 2 دوري افريقيا في موسم واحد، السنه الاستثنائيه اللي كنا فيها، صح. اكيد السنه الجايه ان شاء الله الموسم اللي هيبتدي دوت هيبقى اريح شويه، الامور هتبقى واضحه، الخريطه موجوده، الاجنده الدوليه موجوده بشكل مزبوط. واضح، ما بقاش فيه مشاكل، يعني كان النادي الاهلي غصب عنه. انت برضه خلي بالك، نعم، ما عندكش ماتشات للمنتخب سواء تصفيات غير مثلا، لا، في تصفيات افريقيا، في تصفيات كاس عالم، بعيده عن بعض يعني، بعيده، والاجنده معروفه في مزبوط. العالم كله يعني خلاص، اللي كان السنه دي كان في بطولتين دخلوا ببعض، وبطوله افريقيا اتغير ميعادها في شهر 7، فده كله
عمل مشاكل الانديه اللي بتلعب في افريقيا او الانديه الكبيره، وبرضه اتلخبط عندنا الجدول في الدوري، ده اتاجل مش عارف، لا ده عنده ماتش افريقيا، لا اجلوا الماتشات لكل الفرق. يعني الموضوع التاجيل ده جاي لكل الفرق، يعني ما اعتقدش اتحاد الكوره جاي من حد على حد. كان المصري خد راحته، الاسماعيلي خد راحته، الزمالك خد راحته برضه، اجل زي ما هو عايز، الاهلي نفس الكلام. فكان كل الامور كانت واضحه. ما اعتقدش هيبقى في سنه زي دي تاني. الموسم اللي جاي لازم كله يبقى مرتب بشكل كويس، الاجنده واضحه للانديه كلها، للمدربين. يعني انا كمدرب خلاص انا عارف، مش هيحصل لي مفاجاه في النص، لا انا عارف الدوري هيبتدي امتى وينتهي. انا شفت الجدول هيبتدي امتى وينتهي امتى، ده المفروض بالتوقفات. لا ما كان محطوط، يمكن الاتحاد الكره اللي مشي ده كان عامل الجدول، شفته انا بصيت عليه، محطوط بدايته ونهايته بس مع التوقفات اللي في النص. يا ريت يعني ما يبقاش في تاجيلات، يا ريتهم كانوا حافظوا على الكلام اللي حضرتك بتقوله ده. موجود موجود وهيعلنوا عنه، يعني يتم التحفظ عنه السنه اللي قادمه. القادمه لا انا بحسب السنه اللي لا القادمه معروفه البدايه امتى والنهايه امتى بالتوقفات. اخيرا يا اسامه، يعني برضو لانه مهم جدا في ظل هذه الفرحه وفي ظل ما يحدث وفي ظل فوز النادي الاهلي بالبطوله، ببطوله الدوري، وفي ظل فوزه على غريمه التقليدي نادي الزمالك، روشيتا بالسلبيات لازم تتقال ولازم نقولها، وما بتضايقش على فكره، احنا بنقولها بالعكس، بنقولها من داخل قناه النادي الاهلي. ولكن هناك ايجابيات ايضا يا اسامه وواضحه جدا في المباراتين اللي فاتوا، سواء المقاولين او الزمالك النهارده. لو تتكلم عن الايجابيات في المقاولين والزمالك، عندك قدره تهديفيه انك انت تحرز اربع اهداف في ماتشين، دي قدره تهديفيه كويسه طبعا. انك انت تبقى عندك الشخصيه انك تكسب مباراه مضغوطه، هي مباراه الدوري المقاولين بتبين فيها شخصيه الاهلي، انك تكسب الزمالك برغم ان الاداء متوسط ومش جيد وقوي زي المقاولين، فدي برضو بتبين شخصيه اللعيبه الموجوده. عوده رامي ربيعه انا شايفها من اهم مكاسب النادي الاهلي، رامي ربيعه من المدافعين المميزين جدا، بيمتاز بالطول في الكرات العاليه، وكنا بنفتقد النقطه دي في وقت من الاوقات في مباريات كان فيها سعد ممكن غايب او رامي غايب، بيمتاز بالكرات العرضيه. كمان حته التحضير رامي ربيعه مميزه جدا، انه يقدر يحضر من تحت. المكسب برضو من ماتشين، علي معلول بيهدف في الماتشين، ماتش مباراه الزمالك ومباراه المقاولين، وهو الراجل بيلعب باك ليفت وانه بيسجل، تحس ان كربون صحيح على رايي، هو الهدف هو بالظبط. او الشناوي برضو دوره الكبير الحقيقه استكمالا يعني بعد بطوله كاس الامم الافريقيه. الشناوي بيمر يعني السنه دي، الشناوي مر بظروف صعبه، كان في انخفاض في المستوى في بعض الفترات، كان في تغييرات في حراسه المرمى، لكن نهى الدوري بشكل كويس جدا. النهارده هو يعني بيساهم بشكل كبير في المكسب النهارده وفي مباريات مهمه جدا في النادي الاهلي على مدار الموسم. في مكاسب من الصفقات اللي تم عقدها في يناير، حمدي فتحي من اللعيبه المميزه جدا، حسين الشحات كنا بنقول محتاج فتره اعداد وانه يدخل مع النادي الاهلي، عشان دخل في وقت صعب جدا في بدايه الموسم في مباريات مضغوطه، ظهرت في مباراه المقاولين العرب، ادى مباراه كويسه واحرز هدفين. النهارده ممكن كان قليل شويه، مع يعني مش زي ما احنا اتكلمنا، لعيبه النادي الاهلي كلها كانت الدوافع قليله شويه لحد كبير، فعشان كده كل اللعيبه النهارده ما اقدرش اقول يعني علي معلول ادى بشكل كويس، رامي ربيعه، لكن معظم اللعيبه الشناوي طبعا نجم المباراه ما ادوش بشكل كبير، عشان اتكلمنا وقلنا الدوافع قليله. تمام، الفتره الجايه برضو يعني طيب خلينا نتكلم على الفتره الثانيه، لان احنا لسه عندنا وقت، فخلينا نطلع نشوف برضو زميلنا فاروق صلاح مع واحد من نجوم القلعه الحمراء، النجم الكبير صالح جمعه. شوف صالح جمعه هيقول لنا ايه. اتفضل يا فاروق. تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك ولكل جماهير النادي الاهلي. معي في هذه الاثناء المعلم او الاسطى طبيب التخدير بتاع النادي الاهلي صالح جمعه. صالح، مبروك الدوري، مبروك الفوز على الزمالك، الفرحه كانت لازم تكمل بالفوز على الزمالك. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا تحياتي للكابتن اسلام وضيوف الكرام طبعا وكل الموجودين في قناه النادي الاهلي. دي اول حاجه. ثاني حاجه طبعا يمكن الحمد لله مكسب النهارده، طبعا دي بالنسبه لنا بطوله خاصه، الحمد لله قدرنا ان احنا نحسم الدوري المباراه الاخيره مع المقاولين. النهارده بالنسبه لنا بطوله خاصه، مش عشان هي تفرق معانا حاجه في الدوري، لكن هي مهمه بالجمهور، واحنا اهم حاجه بالنسبه لنا جمهورنا، واهم حاجه جمهورنا انه يفرح. طبعا بعد التتويج بالدوري طبعا اتكلمنا بعد المباراه على طول، قلنا ان احنا عندنا مباراه مهمه، مباراه خلينا نبدا السيزون الجديد بشكل كويس.
قلنا لبعض ان مباراه نادي الزمالك لا قدر الله لو حصل فيها حاجه هيبقى احنا كده ما عملناش حاجه. المكسب مهم في مباراه الزمالك. بشكر كل لعيبه الرجاله، اللعيبه اللي كانت تعبانه، اللعيبه اللي كانت مصابه، كل الناس اللي كانت موجوده النهارده، مش بس العشرة اللي بداوا ولا الناس اللي نزلت، لا انا بشكر اللعيبه اللي بره السكور اللي كانت موجوده النهارده كلها، الناس اللي ما شاركتش خالص، اللي بره اللي جت وقعدت المعسكر كله، كانت واقفه جنبنا واقفه جنب زمايلها طبعا. فمبروك لجمهور النادي الاهلي، بطوله غاليه السنه دي، كنا بنتحارب بشكل كبير جدا، لكن في الاول والاخر كلنا عارفين قيمه النادي الاهلي وعارفين تاريخ النادي الاهلي، والحمد لله دي السمه والشخصيه اللي لعبنا بيها السنه دي. امتى حسيت ان الدوري ابتدى يبعد، وحسيت امتى الدوري ابتدى يقرب؟ يعني من بعض المباريات اللي قربت الدوري وحسيت من خلالها ان النادي الاهلي خلاص قرب للدوري. اول حاجه ان عمري ما شكيت في 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 في, في زمايلي ولا شكينا في 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 ثقتنا كفريق، لكن اللي انا هقوله ان احنا مرينا بظروف صعبه السنه دي، اصابات كتيره جدا جدا جدا، كانت كل حاجه بره ايدينا، لكن الحمد لله لما الفريق رجع والصفوف كلها اكتملت والاصابات كلها رجعت تاني، الحمد لله قدرنا ان احنا نعمل فرقه محترمه. طبعا عمرنا ما فقدنا الامل في الدوري، قلنا اللي هنعمل اللي علينا السنه دي. شخصيه النادي الاهلي اللعيبه اثبتتها، شخصيه اللعيبه الموجوده طبعا كلها، وده اللي ادانا الدوري الحمد لله السنه دي. في حب من نوع خاص ما بين صالح جمعه وجماهير النادي الاهلي، دايما بتثق في صالح وتحب تواجد صالح في ارض الملعب. طبعا يمكن دي من انا قلت قبل كده، دي من الحاجات المهمه اللي خلتني اتغير كتير، وحب جمهور النادي الاهلي وثقه جمهور النادي الاهلي. في الاوقات اللي انا كنت ببقى فيها يعني مقصر مع جمهور النادي الاهلي، كان هو واقف في ظهري، كان بصراحه بيكسفني جمهور الاهلي بذوقه، بيكسفني باحترامه، بيكسفني برجولته معايا، فكنت لازم انا ابقى كمان راجل مع جمهور النادي الاهلي وبادي الثقه اللي هم بيثقوها في صالح جمعه. عتاب جمهور الاهلي في بعض الاوقات كان بيبقى بعتاب المحب والمداعبه مع صالح جمعه لقيمه ومكانه صالح عند جماهير النادي الاهلي. دي حقيقه، دي حقيقه. طول عمري انا بالنادي الاهلي، انا بدين للنادي الاهلي بكتير، وجمهور النادي الاهلي كان كفر عليا في وقت كتير جدا، وجمهور النادي الاهلي والاداره كانت كلها واقفه في ظهري وكلها كانت بتساندني في اوقات صعبه جدا، لكن انا كل اللي اقدر اقوله ان انا يعني مدين بحاجات كتيره جدا للجمهور وللنادي يعني. بشكرك يا كابتن صالح، وبالتوفيق في المرحله القادمه باذن الله. ربنا يخليك، شكرا. كابتن اسلام، ده كان لقائنا مع طبيب التقدير والمعلم والاسطى بتاع النادي الاهلي صالح جمعه، مستمرين مع حضرتك في تغطيه كواليس القمه 118 وفوز النادي الاهلي على الزمالك بهدف لعلي معلول. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح. من هنا بقى، من استاد او من ملعب الاهلي في مدينه الانتاج الاعلامي، خلينا نروح لملعب الاهلي في مقر النادي الاهلي في الجزيره مع زميلنا طبعا النجم عمر ربيع ياسين، معاه اثنين من النجوم الكبار، كابتن محمد حشيش وكابتن شريف عبد المنعم. شوف برضو ونقول لهم الف الف مبروك على فوز النادي الاهلي النهارده، ومفاجات انتظروا لسه في ان شاء الله مفاجات خلال الفتره القادمه. هنشوف، بص في الساعه ليه، لسه بدري انت فاكر؟ لا لسه بدري. كابتن حماده، كابتن بلال، كابتن اسامه، يعني لما نيجي نتكلم في واحنا فايزين بالدوري العام واحنا فايزين على الغريم التقليدي والمنافس الاول للنادي الاهلي، دلوقتي حسام عاشور على فكره بقى منافس للنادي عنده 12 بطوله النادي الاهلي، يعني حسام عاشور دلوقتي عنده 12 بطوله، عنده 12 دوري، وبالتالي لما نيجي نتكلم احنا دايما بنتكلم عن النادي الاهلي تمام، وبنتكلم عن ما يخص النادي الاهلي، بنتكلم او بنفرح بفرحه جمهور النادي الاهلي. إذا كان هناك من يستحق أن يهدى له هذا الدوري، أنا من وجهة نظري أن هو جمهور النادي الأهلي، لأنه كان له دور مؤثر جدا جدا كالعادة يعني، ولكن السنة دي الحملة كانت شرسة جدا والأمور كانت صعبة جدا على المعلن والغير معلن الحقيقة كمان، لسه كنا بنتكلم في هذا الموضوع، ولكن في النهاية جمهور النادي الأهلي يستحق الحقيقة ما حدث اليوم. حضرتك قلت في النهاية أن احنا كسبنا، هو ده المهم. زي ما انت قلت بتهدي الفوز للجمهور النادي الاهلي، نعم، اللي في وقت صعب، اللي انت كنت بعيد قوي، اللي انت خرجت من افريقيا، اللي انت هزام بطوله عربيه، هزام في الدوري، وواقف مساندك بشكل قوي جدا. كان ممكن الجمهور ده يبقى عامل سلبي على مجلس الاداره، ضغط على الاداره، ضغط على اللعيبه، ضغط على الجهاز الفني، كان ممكن يجي بصوره عكسيه. لكن الوقفه اللي وقفها الجمهور والمسانده القويه جدا والحكمه في الاداره زي ما قلت من شويه هي اللي بتوصل للنجاح. النجاح اللي النهارده انت تحتفل بيه، بتحتفل بالدوري، الفوز انت كسبته مش انت الاحسن.
صح النهارده صح. ده من تعبك الفتره اللي فاتت كلها، تعبك طول السنه، ففي مكافاه بتاخدها. انت خدت مكافاه الدوري طبعا بمجهودك ووصلت، لكن فوزك النهارده انت مش احسن ولكن فزت. ايوه فزت عشان انت اجتهدت كتير السنه دي وعديت العقبات والصعاب اللي كانت موجوده. الموسم الصعب جدا اللي كان موجود السنه دي على النادي الاهلي وعلى الزمالك وعلى الانديه كلها، ولكن اللي اجتهد اكتر اللي تعب اكتر النادي الاهلي هو اللي فاز بالبطوله. تمام. كابتن بلال، ياما الجمهور وقف معانا وياما وقف مع النادي الاهلي وطول عمره الحقيقه من 1907 وحتى الان الجمهور هو المحرك الرئيسي والمحرك الاساسي لكل شيء في النادي الاهلي الحقيقه. عدت عليك فترات زي دي والجمهور عمل ايه معاك في الفتره دي او مع الفريق في الفتره اللي انت كنت، لو عدت عليك حاجه زي دي؟ لا، عدت علينا فترات كبيره يعني كتير فيها ازمات وفيها انتصارات، بس خد بالك يمكن او دايما يعني في معظم الاوقات انت لما بيبقى عندك يعني خيبه امل او عندك فقدان بطوله او بتفقد بطوله او بتتهزم او بتطلع، يعني من اول حاجه بتلاقيها او اول حاجه بترجعك مره تانية هي ثقه الجمهور فيك. مظبوط. ثقه الناس في الشارع. يمكن احنا مر علينا موقف صعب جدا جدا، كان اسامه كان موجود 2002 يا اسامه، كان مباراه انبي، مباراه انبي اللي خرجنا بطوله الدوري. وكان عندنا وكانت عندنا مباراه كاس بعديها باسبوعين، يعني مش بعديها ب 10 ايام تقريبا. يعني احنا خرجنا من بطوله الدوري، كان يعني المنظر كان صعب جدا. خلاص انت خرجت من بطوله كانت في ايديك واتهزمت، وكان الجمهور موجود في الملعب. وكنا 2002 ده كان الاسماعيلي، كان 2003 2004. وخرجنا وخسرنا الدوري في المباراه دي. تمام. كانت مباراه انبي على مرأى ومسمع الجميع يعني. وبعدين عندنا بطوله يا كابتن، عندنا كاس مصر بعدها باسبوعين. فكل الفرق انهيار تام، يعني انهيار تام، لعيبه، جهاز فني، المدرب استقال ومشي، وكانت كانت الامور صعبه جدا جدا على اللعيب. افتكر تاني يعني اول تدريب بعد الدوري، بعد نهايه الدوري او بعد الفقدان الدوري، يعني كان الاستاد التتش كله مليان مليان، يعني من الطبيعي انك ما يحضرلكش جمهور يعني بعد الهزيمه، لان اكيد خسرت دوري، خسرت دوري اكيد. يعني كان جمهور كان محتشي جدا قدام التتش، قدام مقر النادي يعني في الجزيره، وطبعا زعيق وناس زعلانه. وكانت خطيبه كان مشرف على الكوره، على الكوره في الفتره دي، فدخل الجمهور يا كابتن. فانت عارف الجمهور في البدايه بتبقى في حاله من الزعل والغضب وعايزين. فجمعنا كابتن خطيب وقال يا جماعه بص، الجمهور ده هو اكتر ناس بتحتفل بيكم، بتحتفي بيكم وبتشركوا على دماغهم لما بتكسبوا بطوله، فمن الطبيعي انك تتحملوا الجمهور ده لما يحصل ازمه يعني. وراح اتكلم مع الجمهور. وبعدين يا كابتن مفيش يعني لسه التدريب باول 10 دقايق، الجمهور كله بيهتف، كله بيسقف، كله بيساند، دي مسانده، مسانده كبيره جدا يعني. تحولت الايه تماما، اصبح كل الناس بتساندك، كل الناس بتشجعك، كل الناس بتسقف لك. اللي ما كانش نفسه ينزل التمرين نزل التمرين، اللي كان مصاب وعاوز يفضل قاعد في الجيم يعني برضو عارف حاله الزعل والغضب بيتحرك. بقى يتحرك، نزل الملعب، الناس كلها سقفت للعيبه. مفيش بعدها باسبوعين يا اسلام كسبنا بطوله كاس مصر من الاسماعيلي، كانت 2003 2004 دي، وخدنا البطوله. فده موقف عصيب بيوريك يعني لما الجمهور بيبقى معاك واقف في ظهرك ازاي بتتحول، ازاي من مثلا من يعني فرقه بتخسر لفرقه بتبقى بطل بعدها باسبوعين، مش فتره زمنيه كبيره كده. وهو ده قيمه جمهور، قيمه جمهور النادي الاهلي. أيوة. انه دايما لما يبقى سبورت ليك، لما يبقى دايما وراه في ظهرك، لما يبقى دايما معاك وحاسس بقيمتك وعارف امكانياتك، بيديك دفعه كبيره جدا جدا لقدام، ومواقف كتيره جدا في اوقات كتيره جدا. يعني جمهور الاهلي انا بشوف مش بس مستر مانويل جوزيه يعني هو اللي عمل التغيير في الفتره بتاعه النادي الاهلي، مش هو الوحيد. لا، جمهور النادي الاهلي اللي عمل التغيير الكبير في الفتره دي. ثقته في لاعبته، ثقته في مجلس ادارته، ثقته في امكانيات ناديه، ثقته في البطولات اللي بيحققها ناديه. لان كان دايما في فترات كتيره، يمكن انا ما لعبتش يعني، يمكن 97 96 يا كابتن على ما اتذكر، كنا برضه في نفس موقف السنه دي، كنا تقريبا 13 14 نقطه للزمالك، وكان الفرقه اقل، كانت 14 فرقه. يعني كانت الامور اصعب بكتير من، فبترجع وبتكسب بطوله دوري عام بمسانده برضه جمهورك. بتفرق برضه بنقطة طبعا، بتفرق كتير جدا 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 جدا. فلا، جمهور الاهلي مواقفه معانا متعدده وكتيره جدا، دايما سبورت. برضه في بطوله من البطولات خرجنا من الرجاء المغربي هنا في بطوله افريقيا 99، وكملنا وخدنا بطوله الدوري العام، وكان الجمهور برضه اكتر مساند لينا. انا بس اللي مزعلني ان الجمهور مش موجود في الملعب،
يعني احنا في جزء كبير جدا بتفتقده الانديه الشعبيه الكبيره في اثناء المباريات بعدم وجود الجمهور في ملعب يا كابتن. يعني انت انت لعبت قدام جمهور كبير جدا حتى في الماتشات الوديه زمان كنت بتلعب، واحنا كنا زمان في الماتشات الوديه كمان الوديه كنا بنلعب وكان بيحضر مثلا 10-15 ألف يعني مشجع. ان شاء الله دلوقتي مفتقدينها شويه، ان شاء الله السنه الجايه تبقى اكتر. وخد بالك انت الميزه في الانديه الكبيره بحضور جمهورها الامور بتبقى مختلفه تماما، مختلفه تماما تماما. يعني انت بتتساوى مع الفرق في عدم وجود الجمهور في اوقات كتيره جدا. يعني انا لما بلعب ماتش يبقى فيه 30-40 واحد ولا 300-400 واحد، بيبقى الكومبيتيشن ما بيني وما بين الفرقه الثانيه قريبه جدا. لكن لما يبقى جمهورك موجود لا الامور بتختلف تماما تماما تماما. يعني اسامه برضو يعني عايز اتذكر معاك مباراه كاس 4-3، مباراه الكاس 4-3 كانت طبعا الاستاد ساعتها يا كابتن على اخره، كان لسه الجمهور موجود وبيحضر المباريات. حاجه برضو من الحاجات اللي احنا او لعيبه النادي الاهلي اللي خلاهم الرجوع في المباراه طبعا برضو عايزك تشرح لان كان الجمهور له دور مؤثر وكبير جدا. انا فاكر بعد المباراه اتكلمت انا وانت في هذا الموضوع وقلت لي ان الجمهور هو الاساس في هذا في هذه المباراه. لو اتكلمنا عن جمهور النادي الاهلي هنتكلم عنه كتير في مباريات مهمه في بطولات. بفضل الله اولا بفضل جمهور النادي الاهلي بيبقى ليه عامل السحر داخل الملعب. النهارده لما اتكلمنا عن مباراه الاهلي والزمالك النهارده وقلنا الدوافع والهدوء، لو يعني اراهن 1000000% لو النهارده الجمهور موجود بشكل كبير حتى لو انت حسمت الدوري من اسبوع فات ولا من اسبوعين او من 3 أسابيع كنت هتلاقي شكل مختلف تمام في الاداء في الروح في القوه في الاصرار في هتافات الجماهير حتى للعيبه. فطبعا ده بيأثر بشكل كبير. وكمان بعذر الجيل ده جيل النادي الاهلي دوت ان هو يعني اوقات كتيره ما بيلعبش بدون جمهور. جمهور النادي الاهلي يعني بيبقى عامل ضغط بس ضغط ايجابي، ضغط ايجابي على الجهاز الفني، ضغط ايجابي على اللعيبه انك انت دايما بتبذل اقصى جهد عندك عشان ما تخسرش مباراه. دايما كل بطوله بتلعب لاخر ثانيه فيها زي ما حصل في مباراه 4-3 4-3 الزمالك الاهلي والزمالك. يعني الزمالك عمرو زكي احرز عمرو زكي كان بنتعادل احنا عماد متعب وبعد كده الزمالك يتقدم. لما جت في اللحظات الاخيره حتى في المباراه دي كان في فرصه قبل ما ابو تريكا يتعادل في الدقيقه 83-84 في الشوط الثاني جات لي وضاعت برضو. يعني مسانده الجمهور مهمه حتى كمان يعني لما بتضيع فرصه تاخد رد فعلك دايما من الجمهور في المسانده تبقى اقوى لما بتحرز هدف. النهارده حتى يعني وليد ازارو برغم اضاعه اهداف برضو بتلاقي العمليه سهله، ما فيش الدوافع. لو في جمهور هتلاقي فيه هتاف، هتلاقي اللعيب بيبذل اقصى جهد عنده وبياخد رد فعله كمان من الجمهور لما بتحرز هدف. مزبوط. لما بتلعب لعبه حلوه، لما بتقطع كوره بتلاقي المردود بعدها كمان عندك دوافع. انت ضيعت تقريبا الجون ده وبعد كده جبت جونين في جبت جونين بعدها اللي هم النادي الاهلي كسب بيهم المباراه دي. كان في عمرو زكي، عماد متعب، شيكابالا، ابو تريكا، جمال حمزه. جمال حمزه الاول بعد كده انا الهدفين في 4-3 في 4-3 جمال حمزه جاب هدف في الوقت الاضافي كان الاول في الشوط الثالث في الوقت الاضافي الاول وبعدين اسامه نزل وكان بيلعب يعني لعب جاب الهدفين وبالتالي الجمهور هو اللي رجعنا او رجع الفريق في الوقت ده اسامه لكاس مصر في اقل من 10 دقائق اعتقد. خلي بالك برضه يا كابتن اسلام والجمهور كان مالي الاستاد، انت ما عندكش وقت انك تفرح بالبطولات. يعني انت النهارده خلصنا كنا انا ما اتذكر خلصنا مباراه 4-3 اسك وطلعنا على طول على اسك ما فيش انت طلعنا على الفندق اتعشينا خدنا الطياره طلعنا على مباراه عشان تكمل قبل نهاية بطوله افريقيا. عندك برضه بطوله مهمه بتكمل فيها فانت او لك الدوري مجموعات فانت خلاص بتفرح لحظه بتسيب الجمهور هو يحتفل وبتبدا تفكر في اللي جاي هتسعدهم ازاي هتسعدهم. عشان كده كان دايما مستر مانو يقول لنا الكلمه ده الكلمه دي هتلاقي دايما في جمهور النادي الاهلي في الفقير ممكن اللي نايم مش لاقي انه ياكل بس فرحته كلها وسعادته كلها ان النادي الاهلي يفوز. لازم نلعب علشان الناس دي، هي دي كان دايما الدوافع اللي احنا بننزل نلعب عشانها. دايما بنلعب بطولات علشانها دايما. حتى جمهور النادي الاهلي يعني دايما بيظهر معدنه بقى وقت الاخفاق، وقت ما بيحصل الدروب او بتكون خسران مباراه او خسران بطوله بتلاقي الجمهور بقى المسانده ازاي يقومك علشان يساندك فيما جاي. كنا كنت متذكر كان في مباراه الاسماعيلي كنا راجعين من كاس العالم للانديه، كانت مباراه في استاد القاهره راجعين من كاس العالم للانديه، كانت النوم الدنيا فيها لخبطه شويه في حته النوم والنهار والليل والساعه البيولوجيه دي. فالنادي الاهلي طلب من اتحاد الكوره انه ياجل المباراه
24 ساعة و 48 ساعة ما رضيش، قال لك في جدول محطوط فلازم تتلعب. لعبنا ما كناش موفقين في مباراة، خسرنا 3 من الإسماعيلي في استاد القاهرة. أنا على ما أتذكر وإحنا واقفين في الاستاد بعد المباراة الجماهير كلها بتحيي لعيبة النادي الأهلي، مستر مرار خدنا كلنا روحنا لجمهور النادي الأهلي، جماهير هدفت للعيبة كلها واحد واحد. بعدها المباراة المقاولين العرب، وكان في مشوار الدوري وكانت مباراة مهمة جدا، كسبنا المقاولين العرب في المقاولين 5 على ما اتذكر 5-1 او 5-0، وكان برضو دور الجمهور النادي الاهلي. فدايما في التاريخ هتلاقي دايما جمهور النادي الاهلي. طبعا جمهور النادي الاهلي خلال 100 سنه الحقيقه، جمهور النادي الاهلي يظل او اكتر من 100 سنه يظل دائما هو المحرك الرئيسي والمحرك الاساسي لكل ما يحدث داخل النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي يظل دائما السند القوي والسند الحقيقي للنادي الاهلي في كل الصعوبات وفي كل الامور. كابتن حماده، عايز اخد حضرتك برضو لناحيه اللياقه البدنيه واهميه مدرب الاحمال. دور مهم جدا دلوقتي. يعني زمان ما كان بالخبره انت كمدرب بتعمل الاعداد، بتعمل فتره اعدادك، بتعمل زمان بالخبره. يعني انت من شغل تراكم الخبرات عندك كمدرب من الشغل بتاعك بتبقى محضر. لكن النهارده دخلت التكنولوجيا الرياضيه، ده مهم جدا. ايوه الحلول تبقى قدامك، مفيش حاجه ملهاش حل. أيوه. انت عارف المستوى البدني نزل ازاي، في قياسات بتعملها، في البولر وفي اكتر من جهاز موجود تشوف بتقدر تعرف كميه الجري. بالظبط كده، بيديك داتا عن كل حاجه بتحصل، وبتعرف مستوى البدني بتاع فرقتك عامل ازاي، وفي حلول بقى. لكن بتقول بترصد مثلا ايه ده، الفرقه بتاعتي بتقع في نص الشوط الثاني، طب ايه حلها؟ لا، الحاجات دي كلها بتبقى طالعه عندك بجي بي اكس اللي موجود دلوقتي، بيطلع لك كل حاجه موجوده، كميه الجري، السرعات، رد الفعل، في حاجات كتيره جدا بتبقى موجوده عندك بتقيسها في الماتش، بيطلع لك الماتش بتبذل اقصى جهد عندك، فبيبان لك كل حاجه، وبتنظم الحمل الاسبوعي على ده. اللي تاني يوم انا باخد 10% من المباراه بشتغل عليها، تاني يوم بشتغل 30% من الداتا اللي طلعت لي، بس الداتا دي اللي بتديني اعلى حاجه عندي، لكن ممكن دي ما تبقاش على المستوى اللي انا عايزه، فبزود شويه عشان اجي في الماتش على حسب الداتا اللي طالعه لي من الجهاز ده. بشتغل طول الاسبوع، اشتغل طول الاسبوع، طول الاسبوع بتبان عندي بقى الاصابات بقى موجود في كل الانديه دلوقتي. لا أنا طبيعي. لا انا عارف وموجود في النادي الاهلي طبعا، لكن انا اقصد ان هو ده محتاج دوري منظم، بحيث ان انت تلعب يومك مثلا الجمعه والجمعه عشان تقدر تمشي بقيه الاسبوع. في جدول مظبوط معروف من اول بدايته امتى ونهايته امتى والماتشات عامله ازاي، عشان اقدر اوزع الحمل كله على الاسبوع او الخمس ايام اللي بين الماتش والماتش حسب. فالتكنولوجيا الرياضيه دي مهمه جدا دلوقتي. بتسهل، ما فيش حاجه اسمها بخبرتي، لا هي بمعرفتي دلوقتي، بمعرفتي بالداتا اللي طالعه لي، لان بشتغل ازاي في ناس طبعا متخصصه بيشتغلوا مع المدير الفني، موجودين زي ما موجود في النادي الاهلي، موجود في نادي الزمالك، موجوده في المقاولين، في الجونه، في كذا نادي في مصر بيشتغل بالنظام دوت. ده اللي بيعمل ارتقاء في الحته البدني ده مهم جدا جدا عشان اقدر انفذ كل حاجه. يعني مثلا اضرب لك مثال، صالح جمعه محتاج شغل بدني كتير جدا، انا باخد صالح بيديله جزء معين عشان عارف مش هيقدر يديله 90 دقيقه كل ماتش بينزل، بس بيبقى فيه عامل ايجابي في الفرقه، بينقل الفرقه في وقت معين، ولكن بتبص عليه في الناحيه الدفاعيه مش موجوده بالنسبه زي الناحيه الهجوميه بتاعته، فمحتاج يتعمل له شغل معين دوت في فتره الاعداد عشان لعيب زي دوت تاخد منه اطول وقت، ولعيب كويس جدا طبعا. فلاعيبه كتيره جدا محتاجه حسب التحليلات بتطلع لك كل لعيب محتاج ايه عشان اوصل لمستوى معين من البدني على المستوى العالي، الفريق الاول، منتخب، المنتخبات، بلاها شغل تاني خالص. فدور المعد البدني دور رئيسي معاك في التيم وورك اللي بيشتغل معاك في النادي او في المنتخب او في اي حاجه. تمام كابتن بلال، برضو اللياقه البدنيه لها دور مهم جدا في كل المباريات، لكن دايما يقول لك ايه راس حرب اصلا ما بيجريش كتير، حارس المرمى ما بيجريش كتير، ايه رايك في المقوله دي؟ لا دي موضه كانت زمان، يقول لك اللعيب الحريف ما يجريش، يقف كده يبقى معلم في الملعب. لا وشفناها خد بالك مع نماذج كتيره جدا، يعني لدرجه ان احنا كنا بنصدق يا جماعه طب ده عشان عنده مهارات حلوه كده وبتاع فخلاص هو مايسترو يعني بيلعب. لكن الكره اختلفت تماما، يعني انت بص دلوقتي الافضل في العالم
كريستيانو، ميسي، هازارد، لعيبة الأسماء كبيرة، لعيبة بتلعب من الدقيقة رقم واحد لحد دقيقة 90 بنفس المعدلات. ممكن مع اختلاف الواجبات، يعني سواء كانت واجبات هجومية أو دفاعية، ولكن لا، اللعيبة عندها لياقة بدنية عالية جدا يا إسلام. يعني كابتن حمادة شرح يعني شرح تفصيلي يمكن الحتة ازاي بتشتغل يعني في الملعب، ولكن اللياقة البدنية هي اللي بتخليك تخرج الإمكانيات الفنية اللي موجودة عندك. يعني أنت بدون اللياقة البدنية فنياتك لا تساوي شيء في الملعب، يعني على الإطلاق، مهما كانت إمكانياتك مع تطور الكورة. يعني الكرة دايما بتتطور، يعني احنا هما بيحاولوا يطوروا الكرة للهجوم، لكن هي بتتطور دفاعيا اكتر بكتير جدا. يعني انت المدير الفني هو بيحاول يطور المنظومة بتاعته تبقى منظومة دفاعية اكتر بكتير. النهاردة 4-3-4-2-3-1 دي بتتطور انك بتلعب في الاخر ب 4-5-1، فانت عندك كم من اللعيبة اللي بتستخدمها في الحالات الدفاعية كتيرة جدا، فبالتالي حتة انك تشتغل دفاع وهجوم بتبقى تقريبا طول 90 دقيقة، فبتبقى محتاج لياقه بدنيه عند اللعيبه اللي موجوده في الملعب عاليه جدا 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 مع كل الفرق بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دي، سواء كان اللعيبه اللي بتلعب بالشكل اللي بتلعب في الناحيه الهجوميه او اللعيبه اللي بتلعب في الناحيه الدفاعيه، زي ما شفنا حتى لعيبه النادي الاهلي النهارده. والكابتن يمكن ادى نموذج لصالح جمعه النهارده، ليه ما يلعبش 90 دقيقه؟ ممكن يكون معدل اللياقه البدنيه بتاعته ما يسعفوش انه يشتغل 90 دقيقه، فبالتالي المدير الفني بيحتجزه على دكه البداء لفتره ما عشان يقدر يديله الماكسيمم بتاعه في وقت محدد او وقت قليل، مثلا يلعب 40 دقيقه، يلعب 35 دقيقه، يلعب 30 دقيقه، ولكن ما فيش حاجه اسمها في الكوره ان هو كده. ممكن يبقى واحد فيزيكالي عالي جدا، هو كده امكانيات ربانيه، لكن ما فيش واحد قليل قوي لدرجه انه يلعب نص شوط او يلعب شوط واحد. دي انا ما بشوفهاش غير حقيقه غير هنا في مصر، لكن في اي حته ثانيه ما بشوفهاش الحقيقه. لكن احنا محتاجين نطور الحته دي، والمدربين هم اكتر ناس يقدروا يطوروا الكلام ده، يقدروا يطوروا الافكار اللعيبه، لان اللعيب محتاج يتغير فكره، محتاج يتغير فكره بالتدريبات، بالشغل، بالكلام، بالمحادثات، بحاجات كتيره جدا. يعني محتاج يعرف ان هو اللعيب لا قيمه له من غير لياقه بدنيه كبيره ومعد بدني. استحاله. تمام. اسامه، دايما كان يتقال ايه، ان اللاعبين زمان كانت زي ما كابتن حماده كده اتكلم وقال لك ايه، نعم، مهارة بس، لا مش المهارة بس، لكن كانوا بيلعبوا بخبرتهم برضو. كان موضوع ايه، لما يبقى عندك تمرين اللي هو فاكر ال 100 متر اللي كنا بنجريها دي 10 مرات و20 مره والكلام ده كله، كان ايه، تلاقي في لعيبه معينه كده كانت بتهرب من التمارين دي. المعد البدني بقى والاصابات الكتير، هل لهم دور نقدر نربطهم مع بعض، ولا انت شايف ان المعد البدني ملوش علاقه؟ ده مرتبطه طبعا ببعض. كان زمان الاجهزه الفنيه تلاقي المدير الفني بس والمساعد ومدرب حراس المرمى، شكرا، هو ده الجهاز. دلوقتي انت تشوف في الدوري الانجليزي مع جوارديولا او الانديه الكبيره تقل لجهاز 12 واحد، جهاز كبير، جهاز بتلاقي جهاز. مدير فني، مساعدين، تحليل، محلل اداء، ازاي يبدا يشوف السلبيات وايجابيات الفرق الثانيه، بتقدر تشوف معد بدني، بتشوف اجهزه طبيه. سمح بعد اذنك اقول حاجه بس ظريفه للمعد ده، في معد بدني للمدافعين، معد بدني لنص الملعب، معد بدني للمهاجمين. طيب وخلي بالك في موجوده في الدوري الانجليزي، وفي اجهزه برضو بيبقى فيها اداء تخصصي او شغل تخصصي لكل. شفنا هنري كان في كاس العالم على ما اعتقد مع منتخب مش فاكر مين، بلجيكا، ازاي النهارده يطور الشغل الهجومي. فانت النهارده الاجهزه الفنيه ما بقتش مقتصره على 2 3، لا ده انت بتتكلم عن تيم كبير بيقدر يشتغل، ويقدر يشتغل على تطوير اداء الفريق اللي معاك، وازاي تشتغل على الفرق الثانيه اللي انت هتلعبها، وتقدر تجهز للمباراه بشكل كبير. لما نتكلم عن اللياقه البدنيه كله بيبص عليها ان في معد بدني هيجري ويرفع اللياقه. طب النهارده ما انت في حاجات مرتبطه باللياقه البدنيه، تغذيه دي مهمه جدا. النهارده لو انا اللعيب بيتغذى تغذيه صحيحه، الاكل المناسب ليه يقدر يساعدك في النواحي البدنيه، عمليه الراحه. احنا هنا في مصر بتلاقي اللعيب بالعربيه بتاعته ويقعد يلف النهارده عدد ساعات الراحه، عدد ساعات النوم، السواقه نفسها، السواقه ده مهم جدا مع الناحيه البدنيه. الناحيه البدنيه في بدايه الموسم يبقى عندك معد بدني يقدر يشتغل شغل علمي. وخلي بالك في النواحي البدنيه في لعيب ممكن محتاج ان انا اجريه تحمل عام كتير، في لعيب محتاج سرعات، فالنهارده برضو في فروقات بدنيه في اللعيبه. ما اقدرش اعمل تمرين بدني او تمرينات بدنيه على مدار الموسم لكل اللعيبه بنسب موحده، لا ده انت في النهارده واحد ليه شغل تخصصي بنسب معينه ده ممكن يشتغله، ده قدرات بدنيه عاليه يشتغل الكلام ده. فالنهارده المعد البدني لازم يبقى عنده داتا لكل الناس الموجوده، عشان اقدر احط في بدايه الموسم شغل بدني مهم جدا. ده هيحمي اللعيبه من الاصابات،
على مدار موسم طويل، ده ما ظهرش مع النادي الاهلي مع المعد البدني الاولاني، كان ظهرت اصابات كبيره، ما تحطش الاحمال البدنيه المناسبه للفريق. أيوه. انك انت عندك جدول مضغوط فلازم مهيئ اللعيبه قبل بدايه الموسم لجدول مضغوط، لازم اعودهم واديهم الاحمال العاليه دي عشان لما ادخل في الجدول المنافسه يبقى اللعيبه مهيئه. الاعداد البدني مهم، انك انت تحسم مباراه زي ما شفنا النادي الاهلي السنه دي في الدقائق الاخيره النهارده، انت لو انت بدنيا واقف صح على رجلك تلعب بالدقيقه 92 و93 بنفس الشخصيه وبنفس القوه بتاعك وتقدر تحسم مباريات مهمه شفناها في الدور الثاني مع المعد البدني بتاع مارتن مع لاسارتي. في الدور الثاني شفنا مباريات زي مباراه الجيش اتحاد سكندري، شفنا مباريات كتير يعني المقصه الجونه، بتحسم المباريات في الثواني الاخيره. لو انت مش واقف بدنيا على رجلك زائد الشخصيه عندك بتاعت النادي الاهلي ما تقدرش تحسم المباراه. النهارده في كره القدم العوامل البدنيه هيبقى رقم واحد. الكره دلوقتي لما بنتكلم اي مدرب الاختيار الاولاني عنده مش المهاره، لا انت لو انت بتحط تشكيله السرعه والقوه اول حاجه ثم المهاره يبقى انت عندك لعيب مكتمل سرعه قوه بعد كده تاتي المهاره. الفرق الكبيره بيبقى عندها يعني زي ما استكمل كلام اسامه لازم عندي برضو لعيب اثنين ثلاثه عندهم ذو مهاره بتحل لي مشاكل في الملعب كتير طبعا. مع القوة البدنية مع الفرقة كلها قدرات الدفاعية بتاعتها قوية جدا، ده كله جاي من البدني. البدني ده مهم جدا جدا في حتة الضغط. يعني مثلا أضرب مثال بالجزائر في البطولة الأفريقية. برضو حتة اللياقة البدنية اللي موجودة عندهم اللي بيعمل ضغط لمدة 60 دقيقة بيخلص في كل ماتشاته كانت بتخلص في المعدة. صح. من معدل الجري القوة الضغط اللي بتعمل ده كله من اللياقة البدنية اللي طول السنة يا أسامة مش فترة الإعداد بس طول السنة معايا معد بدني. صح. والنقطة المهمة جدا التغذية. دي موازية للبدني للمعد البدني، التغذية مهمة جدا جدا مع لعيب كرة القدم. عموما بما اننا بنتكلم على المعد البدني خلينا نطلع نشوف زميلنا فاروق صلاح مع أليخاندرو المعد البدني لكابتن اسامه وكابتن بلال وكابتن حماده لسه كانوا بيتكلموا عنه، نطلع نشوف أليخاندرو المعد البدني للنادي الاهلي قال ايه في لقاء مع زميلنا فاروق صلاح. تحياتي ليك مره ثانيه كابتن اسلام الشاطر والضيوف حضرتك وكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي. في هذه الاثناء معي واحد من الجنود المجهوله مستر أليخاندرو مخطط الاحمال في النادي الاهلي. مستر أليخاندرو برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، بطوله غاليه وتوجتوها بالفوز على نادي الزمالك في ختام البطوله. ganado el partido contra el Zamalek hoy. شكرا شكرا جزيلا. احنا سعداء جدا بالفوز النهارده وان احنا وصلنا لاهدافنا اللي احنا حددناها من الاول. الاول هي فوز بالبطوله وثانيا الفوز بالديربي النهارده. أليخاندرو خليني اجيب الموضوع من البدايه، توليت المسؤوليه الجهاز الفني بحضرتك والمستر سباستيان ومستر لاسارتي، كان في كم اصابات كبير في النادي الاهلي 17 لاعب مصاب واصابات عضليه. ابتديت تعالج هذا الامر وتبدا وتبني من جديد وده كان امر صعب جدا. obstáculo que tenía el equipo. ¿Cómo? Simplemente con trabajo. ده كان عن طريق الشغل والعمل. Con organización. وبتنظيم شغلنا. Día a día fuimos construyendo. يوم بيوم بدأنا نبني. Una mejor condición física. حالة بدنية جيدة للاعبين. Igual creemos. واحنا بنعتقد. Que todavía el equipo puede dar mucho más. أنا أعتقد إن الفريق يقدر يدي أكتر من كده بكتير. على مدار السيزون اللي جاي المنافسه هتزود مستوى اللاعبين وبرضه احنا هنزود مستوانا وشغلنا ان شاء الله. السر ده هو العمل الشغل يوم بيوم. وفي نقطه ثانيه ممكن نبرزها ان اللاعبين بيقدموا كل اللي قدروا عليهم. هم احترموا شغلنا وقدموا كل اللي قدروا عليه وثمرة ده هو اللي احنا شفناه النهارده. مستر أليخاندرو في بدايه الدوري النادي الاهلي كان يعني بيوصل في الشوط الثاني للدقيقه 50 60 المعدل البدني بينزل او يقل. دلوقتي احنا بتنهي الموسم وبتفنش الموسم واللعيبه واقفه على رجليها في ارض الملعب وده امر مهم جدا. jugando
كون فورسا. ايش بار دي ترافو ده جزء من شغلنا طبعا. هو ده التدريب اللي احنا بندور عليه وبنعمله. شخصيه الاهلي ان احنا نشكل فريق يكون فريق يفوز منتصر دايما من اول ثانيه لحد اخر دقيقه في الماتش. وسر ده هو العمل. الحمد لله الاهلي بيبني الدوري مفيش اصابات، ووصلنا في وقت من الاوقات كان بيوصل لعدد الاصابات ل 17 لاعب وكلهم اصابات عضليه. Tuvimos casi 17 jugadores lesionados. Sí, ¿Qué, sí. ¿Cómo te parece eso? Bueno, el análisis que nosotros hicimos. El tahlil اللي احنا عملنا. Estaba en que, bueno, la competencia era de un alto nivel. En el منافسة كانت في مستوى عالي. Y los jugadores tal vez no estaban preparados para ello. واللاعبين ما كانوش جاهزين لده. Vuelvo a repetir, día a día trabajo. لكن بيوم بعد يوم وبالعمل. حصلنا على مستوى تنافسي وإعداد بدني جيد للاعبين. ده اللي احنا اشتغلنا عليه وهو ده السر. مستر أليخاندرو، معسكر اسبانيا كان ليه اثر بالغ على اللاعبين، وقدرت من خلاله ان تاخد وقتك الكافي ان انت تبرز شغلك وتوجه بعض التمارين اللي هي تقوم اللاعب النادي. algunos entrenamientos que han fortalecido físicamente los jugadores. Fue una pretemporada distinta. كانت فترة إعداد مختلفة. Porque teníamos que prepararnos para estos dos partidos. لأن احنا كنا بنشتغل عشان خاطر نجهز كمان اللاعبين للماتشين دول. Por suerte. ولحسن الحظ. El trabajo que hicimos. الشغل اللي احنا عملناه. La entrega de los jugadores. وما قدموه اللاعبين. Hoy da su fruto. النهاردة أتى ثماره يعني. Pero tenemos que seguir trabajando. لكن لازم نستمر في العمل. أليخاندرو مبروك البطولة، مبروك الفوز. شكرا، gracias. Muchas gracias, muchas gracias a toda la afición. كابتن اسلام، ده كان لقاءنا مع مستر أليخاندرو مخطط احمال للنادي الاهلي واحد الجنود المجهوله، كان لازم نبرز دوره ومجهوده مع الفريق في هذا اللقاء. كابتن اسلام اليك الكلمه مره اخرى. شكرا جزيلا زميلنا فاروق صلاح، طبعا مجهود كبير النهارده عاملينه كل المراسلين وكل المتواجدين زمايلنا المتواجدين في الملعب، بهنيهم الحقيقه على المجهود اللي اتعمل النهارده سواء في ملعب المباراه او حتى كمان عمر ربيع ياسين الحقيقه ومعاه النجمين الكبيرين الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن محمد حشيش، برضو سمعنا منهم تحليل رائع لما يحدث في ارض الملعب طبعا بخلاف نجومنا الكبار اللي متواجدين معانا هنا في الاستوديو. كابتن حماده، اخيرا الف مبروك النادي الاهلي، زي ما حضرتك قلت استحق الدوري لانه هو الفريق اللي تعب طوال الموسم، وفي النهايه حتى الحظ ما بيجيش للغير لكل مجتهد. اكيد طبعا، وببارك للنادي الاهلي، ببارك للجمهور، ببارك لمجلس الاداره، ببارك للاستوديو والناس اللي عاملين هنا. زي ما قلت موسم طويل وشاق، عايزين ان شاء الله نبص بقى للمستقبل الفتره الجايه، والمستقبل ده قريب مش بعيد، يعني قريب جدا في افريقيا، في كاس مصر، في بدايه دوري، في هدف كبير زي ما قلت لازم النادي الاهلي يبص له، هدف البطوله الافريقيه، ولازم يعني النادي الاهلي يشتغل على كده، يشتغل على البطوله الافريقيه ومتطلباتها، وانت عرفت القوه موجوده فين طبعا. فبالتوفيق ان شاء الله، ونبارك للنادي الاهلي ببطوله افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك يا كابتن بلال، فوز بالدوري وفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك، بطولات او بطوله يستحقها النادي الاهلي. أكيد طبعا، يعني الـ 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 الطعم الفوز بيبقى أحلى لما البطولة تبقى صعبة، يعني البطولة المرة دي صعبة جدا، فطعم الـ 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 الفوز أحلى، يعني الفرحة أكبر بكتير جدا لما تكسب المنافس بتاعك، لما تاخد بطولة الدوري بعد موسم شاق جدا، بعد ما الكل كان فيه تحديات كبيرة، إن أنت بعيد جدا عن المنافسة، كل الناس بتراهن على ان انت مش الحصان اللي ممكن يكسب البطوله دي السنه دي. الاهلي يمكن عانى كتير جدا، عشان كده احنا كلنا فرحانين، وفرحه الجمهور اكبر بكتير جدا طبعا من اي موسم تاني، لان الموسم ده فعلا شاق جدا. مبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي لثقتها الكبيره جدا في لعيبتها ومجلس ادارتها وناديها، عندها ثقه كبيره جدا، وكانت فعلا يعني اللعيبه ومجلس الاداره والنادي كله عند حسن ظن الجماهير وعند حسن توقعهم، ودي حاجه الحقيقه من اهم الحاجات اللي احنا يمكن فرحانين بيها ومبسوطين بيها السنه دي. ان شاء الله زي ما قال كابتن حماده باذن الله تعالى يبقى الخطوه، الاهلي ما بيعرفش ان هو يثبت عند خطوه، خلاص انت كسبت الدوري صفحه وانتهت، خلاص الخطوه اللي جايه هي بطوله افريقيا بالنسبه لك، عندنا مباراه بعد يمكن 12 اسبوعين تقريبا، يعني يوم 9/8 بدايه
تحدي جديد صعب بالنسبه للنادي الاهلي، تحدي بقى لنا زمن ما خدناهوش، ما حصلناش عليه. ان شاء الله النادي الاهلي يحصل على بطوله افريقيا، وهو بدا التتويج الحقيقي بالنسبه لنا باذن الرحمن ان شاء الله. يعني مبروك طبعا لكل، مبروك لك يا اسلام، موسم برده صعب هنا وشاق عنينا كتير جدا. كابتن حماده كان معانا في البدايه، عنينا كتير جدا يعني، وتحملنا برده كتير احنا كمان يعني. الف مبروك يا كابتن اسامه. اعتقد ان ده النادي الاهلي وفوزه بالصداره دائما وللمرة 41 شيء مبشر جدا لبداية موسم جديد. ألف مبروك لكل المنظومة، مجلس إدارة، جهاز فني، لاعبين، عاملين، إداريين، طبعا في المقدمة جمهور النادي الأهلي اللي هو يستحق أنه يفرح بالبطولة الأغلى والأعظم في تاريخ النادي الأهلي. ورسالتي قبل ما أقول رسالتي للاعبي النادي الأهلي يا كابتن إسلام، طبعا ببارك لكم في الملعب الاهلي وفي قناه النادي الاهلي. اشتغلنا بحرفيه وكان عندنا مصداقيه دايما مع جمهور النادي الاهلي، برغم ان كان ممكن يبقى فيه سلبيات كنا بنتكلم في السلبيات، كان فيه ايجابيات كنا بنتكلم في الايجابيات. فكان دايما يعني جمهور النادي الاهلي بيتابعنا وعارف ان منبر ملعب الاهلي فيه مصداقيه والناس كلها كانت بتحترمنا. لعيبه النادي الاهلي افرحوا واحتفلوا، لكن تذكروا ان دايما الجمهور ما بيشبعش بطولات، دايما جمهور النادي الاهلي ما بيشبعش بطولات. النهارده انت خلصت الدوري هتلاقي تاني يوم بعد ما بتفرح يوم ويومين جمهور النادي الاهلي يقول لك افريقيا افريقيا يا اهلي، بعد كده الكاس وبعد كده السوبر. فدايما جمهور النادي الاهلي يعني ما بيشبعش بطولات، لازم تتذكره طول ما انت في النادي الاهلي. دايما كل لعيب يبقى حريص انه ازاي يسعد جمهوره، وسعاد جمهور النادي الاهلي دايما هو باحراز البطولات. أنا بشكرك جدا يا كابتن حمادة، شرفتنا ونورتنا، ودايما الحقيقة بنستفيد من وجودك معانا. ألف مبروك وبنشكرك جدا. بشكرك يا إسلام، سعيد كنت موجود معاكم النهارده، ومبروك للنادي الأهلي. شكرا جزيلا يا كابتن بلال، دايما منور ومشرف، ودايما الحقيقة خلال على الأقل الست سبع شهور اللي أنا كنت متواجد معاكم فيها كنت بتشرف بأن أنا موجود مع مجموعة عظيمة ورائعة زيك وزي الكابتن أسامة والكابتن حمادة ومجموعة المحللين الكبار اللي دايما متواجدين معانا. شكرا يا إسلام، ومبروك طبعا لينا كلنا يعني. شكرا، ألف مبروك يا كابتن أسامة، وسعدت جدا بالتواجد معاك خلال هذه الفترة. إن شاء الله الفترات اللي جاية نبقى دايما متواجدين مع بعض إن شاء الله، ومجمعين دايما كده على انتصارات الأهلي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. ألف مبروك لجمهور النادي الأهلي. هنطلع فاصل وهشكر نجومنا الكبار، وبعد هذا الفاصل هنستقبل اللقاءات مع اللعيبة طبعا. فاروق صلاح هيروح الأتوبيس، أتوبيس لعيبة الفريق، هيعمل بعض اللقاءات مع بعض اللاعبين من أتوبيس فريق النادي الأهلي. هنشوف فرحة اللاعبين بعد نهاية هذا اللقاء، وبعد كده بقى هنستقبل دكتور أحمد ثابت نتكلم عن أرقام النادي الأهلي ونادي الزمالك في مباراة اليوم. نروح لفاروق صلاح في أتوبيس النادي الأهلي. معي في هذه الأثناء الكابتن أيمن أشرف أحد نجوم النادي الأهلي هذا الموسم. كابتن أيمن، مبروك الدوري، مبروك الفوز على الزمالك، كان لازم الفرحة تكمل بالفوز على الزمالك من أجل إسعاد جماهير النادي الأهلي. طبعا الحمد لله، طبعا برحب طبعا بكابتن إسلام بجمهور النادي الأهلي. طبعا الحمد لله يعني قدرنا نتوج الفوز ببطولة الدوري بماتش النهاردة. كان ماتش رتمه قليل شويه الشوط الاولاني، لكن الشوط الثاني كان الريتم اسرع شويه. الحمد لله قدرنا ناخد 3 بونت ونتوج فعلا الفتره اللي فاتت والتعب بتاع السنه الحمد لله. بعد نهايه اللقاء المقاولون العرب والفوزكم بالدوري وتتويج الدوري، انتوا كلاعبين جلستوا قعدتوا مع بعض اتكلمتوا ان احنا لازم نقفل صفحه البطوله ونركز في مباراه الزمالك لان المباراه قيمتها كبيره عند جماهير النادي الاهلي. بالظبط بالظبط كده يعني. احنا بعد ماتش المقاولين طبعا فرحنا يوم، طبعا تاني يوم طبعا خلاص قفلنا على نفسنا وبدانا نركز تاني في ماتش الزمالك، لان دايما ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى مختلفه عن اي ماتش. والحمد لله يعني قدرنا ناخد 3 بونت بالتركيز بتاعنا وبالاصرار الحمد لله. بشكرك كابتن ايمن، وبالتوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه. شكرا. ربنا. حمدي فتحي واحد من نجوم النادي الاهلي في الفتره الاخيره وثبت اقدامه. كابتن باسم الفراشه باسم علي. باسم حمدي فتحي. لكن انا حمدي فتحي. كابتن باسم علي نجم النادي الاهلي وواحد من اللعيبه المخلصه في النادي الاهلي. باسم، فرحه الدوري كانت لازم تكمل بالفوز على الزمالك. طبعا الحمد لله النهارده اكدنا الفرحه وفرحنا الناس بفضل الله، واللعبة كانت رجاله وبدايه موسم جديد خير علينا ان شاء الله. من الحب ما بينك وما بين حمدي فتحي، وحمدي فتحي بيثبت اقدامه في خط وسط على طول مفواني باللبان. عايز انت تقول له ايه بقى؟ انا ببقى كان هايل النهارده ما شاء الله، هو واللعيبه كلها
عندي من اللعيبه الرجاله بصراحه، من ساعه ما جه وبيشتغل بيلعب ما بيلعبش بيشتغل من غير في صمت. بقول له الف مبروك عليه اول بطوله، وان شاء الله مزيد من البطولات باذن الله. بدات تثبت اقدامك في خط وسط النادي الاهلي، واحد من العناصر اللي بينادي بيها دايما جماهير النادي الاهلي. انا بشكر الفراش طبعا على الكلام الحلو اللي هو بيقوله ده، فالحمد لله يعني على بطوله الدوري واول بطوله ليا، والحمد لله على الماتش النهارده. احنا خدنا اللي احنا اول ديربي صح، وخدنا اللي احنا عايزينه من الماتش والحمد لله. يعني تقول ايه لعلي معلول هداف الفريق وواحد من اللعيبه اللي الجماهير بتنادي تقول لك افضل لاعب في الدوري هذا الموسم؟ احسن لاعب في مصر السنه دي ما شاء الله، ربنا يحميه وربنا يخليه لينا ان شاء الله. يعني اشكرك كابتن حمدي والتوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه باذن الله. ربنا يخليك. اجمل واطول بطوله وهي الاغلى للاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني والجماهير النادي الاهلي، وكان لازم تختموها بالفوز على نادي الزمالك. الحمد لله طبعا بطوله غاليه جدا، واعتقد ان دي اقل هديه لينا لجمهور النادي الاهلي العظيم، وكان تحدي كبير جدا لينا للجهاز واللعيبه، والحمد لله ان احنا قدرنا نثبت للناس ان احنا فعلا الفرقه الاحق بالدوري. الحمد لله ربنا كملها النهارده بمكسب كويس واداء كويس، واعتقد الحمد لله ان احنا البطوله نسحقها الحمد لله. اعتقد يا كابتن سامي احنا اتعودنا وتربينا داخل النادي الاهلي ان سريعا بطوي صفحه بطوله وببدا في بطوله ثانيه. حضور الكابتن محمود الخطيب للفريق قبل مباراه الزمالك علشان نطوي صفحه الاحتفال بالدوري ونبدا نركز في مباراه الزمالك اكيد كان ليه اثر بالغ عند الجهاز الفني واللاعبين. ده طبيعي يعني طبيعي، كابتن محمود رمز لينا ورمز النادي الاهلي كله يعني، وهو جه قدم رساله لعيبه واللعيبه استوعبتها كويس، والحمد لله اللعيبه فعلا عرفت يعني ايه مضمون الرساله.